خير ومتميز. ما سمع من فقط وإن كنا نرد الإطارة فله فيه ما أقول. بالنسبة لليوم هو سيتفضل علينا بإلقاء محاضرته التي عنوانها النحو التعبيري مقاربة جديدة في دراسة النحو التدريسي، تتيح له المجال لتعريفنا وفي مضمون هذه المحاضرة وما اشتملت عليه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأساتذة الأفاضل، أيتها الأستاذات الفاضلات الفضليات، أيها الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أرحب بالجميع وأن أشكر لجنة السلامة على تنظيم هذا اللقاء. موضوعنا كما تعلمون هو النحو التعبيري مقاربة جديدة في دراسة النحو وتدريسه. سأبدأ بقصتي مع النحو التعبيري، سأسرد القصة لعلها تسهم في توضيح سبب التسمية. عندما كلفت في جامعة الشارقة في نهاية التسعينيات بتدريس مادة فن الكتابة والتعبير، لم أجد في المكتبة العربية ما يسعف في تدريسها على النحو الذي نطمح إليه في تحقيق الهدف الرئيسي منها، وهو تنمية القدرة التعبيرية للطالب. فقررت أن أعد منهجا خاصا لذلك لعله يسهم إلى حد ما في تحقيق هذا الهدف. فقسمت المقرر إلى ثلاثة أقسام، بدأت ببناء الجملة، ثم بناء الفقرة، ثم بناء النص. تناولت في القسم الأول وهو بناء الجملة عرض النحو العربي بتبويب جديد غير معهود في تدريس النحو، يرمي إلى تنمية القدرة التعبيرية للطالب على مستوى الجملة، ومن هنا جاءت التسمية النحو التعبيري. وفي القسم الثاني تناولت يعني كيفية بناء الفقرة بأنواعها المختلفة، ثم في القسم الثالث بناء النص. وعندما درست العربية للناطقين بغيرها، وجدت فيما أسميته النحو التعبيري وسيلة لتحسين القدرات التعبيرية لدى المتعلمين الذين هم في المرحلة المتوسطة والمتقدمة، ووجدت لديهم تجاوبا في إدراك أهمية هذا النوع من النحو. ولعل من أهم ما لفت انتباههم مواكبة النحو التعبيري للطرائق الشائعة في بناء الجملة والتعبير عن مضامينها في مختلف اللغات، وكذلك العناية بالمركبات بوصفها وحدات دلالية مركبة بعيدا عن تجزئتها إلى كلمات لمجرد رصد حركة الحرف الأخير من الكلمة، إذ الطالب الذي يتعلم اللغة يهمه كيف يسند الخبر إلى المتحدث عنه، وكيف يمكن له أن يميز المتحدث عنه باسمه وصفاته وكل المتعلقات المرتبطة به من الخبر المسند إليه بمتعلقاته المتصلة به، أكثر من اهتمامه بحركات الحرف الأخير من الكلمة. وهكذا الأمر في سائر المركبات الوصفية والبدلية. إذن يقدم العمل، وهو بالمناسبة كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله، يقدم مقاربة جديدة تعرض أبواب النحو العربي وتدرسه دراسة دلالية تخاطبية تقوم على ربط النحو بأنشطة تعلم اللغة والنظر إلى تعليمه بوصفه جزءا من نشاط يرمي إلى اكتساب المتعلم اللغة وليس مجرد تصويب اللحن. ويفترض أن النحو العربي بشكله الحالي القائم على نظرية العامل إنما هو نحو ناقص، إذ لو حذف منه الإعراب وما تمحور حوله فلن يبقى منه الكثير.
لا غرابة إذن أننا كثيرا ما يفاجئنا الطلاب بأسئلة من نحو ما فائدة الاكتفاء في دراسة كان وأخواتها بأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر مثلا، وهو سؤال مشروع بالتأكيد، ولا يمكننا أن نكابر هنا بالادعاء أن الجواب سهل وهو صون الكلام عن الخطأ أو اللحن. أقول أليس الأفضل أن ندرس الطالب كيف يخبر عن حادثة وكيف ينفي وقوعها وكيف يؤكد حدوثها وكيف يستفهم عنها وكيف يأمر بطرائق مختلفة تتيحها العربية وكيف يتمنى بدل من أن تنصب جهود النحاة على أن لا يرفع الطالب المنصوب أو ينصب المجرور. لقد أدى غياب مثل هذه الموضوعات عن النحو العربي إلى تساؤلات واستغرابات من لغويين غير عرب ممن اطلعوا على النحو العربي وقارنوه بغيره من الأنحاء الموجودة في اللغات الأخرى. فقد أشار مايكل كارتر مثلا إلى أن كثيرا ما يدرس في النحو الغربي غير موجود في النحو العربي، ولاحظ المستشرق الفرنسي هنري فليتش وجود ثغرة في نحو العربية، سببها كما يقول افتقار النحاة إلى نظرية عامة للجملة. طيب دعنا الآن نقارن بين النحو العربي والنحو التعبيري. أولا النحو الإعرابي يستند إلى نظرية العامل، في حين أن النحو التعبيري يستند إلى الأغراض التخاطبية. النحو الأعرابي أو الإعرابي عفوا تنقسم أبوابه وفقا لأوجه الأعراب أو تبعا لأقسام الكلمة، في حين أن النحو التعبيري تنقسم أبوابه وفقا للمعاني والأساليب. يقتصر النحو الإعرابي في هدفه الأساسي على صون اللسان عن الخطأ في أواخر الكلم، في حين أن النحو التعبيري تغطي أهدافه تلبية الحاجات التخاطبية وتنمية مهارات التحدث والتعبير. يصور المتكلم المثالي، أقصد النحو الإعرابي، من هو المتكلم المثالي في النحو الإعرابي؟ يصوره على أنه من لا يلحن في أواخر الكلم، في حين أن المتكلم المثالي في النحو التعبيري هو من يحسن استعمال الكلام وفقا لأنماط الجملة العربية وأساليبها. هدف تعلم العربية في النحو الإعرابي هو حفظ التراث، في حين أن هدف تعلم العربية في النحو التعبيري هو استعمالها والتواصل بها في حياتنا. ولذلك أقول إن النحو التعبيري يتبنى تعريف ابن جني للنحو بأنه انتحاء سمت كلام العرب، أي السير على المناويل التي ساروا عليها في تراكيب كلامهم، ومن ثم يكون مفهومنا للنحو لا يبعد كثيرا عن مفهوم السكاكي حين قال اعلم أن علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها. وقبل أن نتوغل في الموضوع، لعله يحسن التنويه بأن التغييرات التي ترد في النحو التعبيري إنما هي تغييرات منهجية محضة ولا تمس المضمون ولا تغير القواعد النحوية المألوفة في كتب النحو، كما أنها لا تقلل أيضا من شأن النحو الإعرابي، بل أنظر إلى النحو الإعرابي على أنه مسلك من المسالك أو مقاربة من المقاربات التي تدرس النحو، وهي كانت مقاربة ناجحة وقد حققت الغرض الذي أنشأت من أجله أو الذي أنشأ النحو من أجله.
يقوم النحو التعبيري على فكرة أن المتكلمين يسلكون ثلاثة مسالك للتعبير عن أغراضهم على مستوى الجملة. لدينا مسالك ذهنية كالإسناد والتقييد، ومسالك أسلوبية تعبر عن وظائف اللغة كالإخبار والاستفهام والتمني والرجاء، ولدينا أيضا مسالك نحوية تشمل أولا مسالك الانتحاء، وهي اتباع الأنماط التركيبية المصطلح عليها في اللغة، سواء على مستوى المركبات phrases يعني أو الجمل. ولدينا أيضا ثانيا مسالك النظم، وهي طرائق الرصف المتاحة في اللغة، وكذلك مسالك التعليق، وهي إنشاء علاقة نحوية معنوية بين كلمة وأخرى، كعلاقة الفاعلية وعلاقة المفعولية وعلاقة الوصف وعلاقة البدلية وعلاقة الإضافة. ويترتب على اتباع هذه المسالك التي أشرنا إليها نوعان من المستلزمات: مستلزمات الانتحاء، أي اتباع المسالك النحوية، وهي مسالك مقيدة بالقيود التي تفرضها قواعد النظم كالعلامات الإعرابية والترتيب والمطابقة، ومستلزمات النظم، وهي إجراءات يقتضيها النظم للحصول على تركيب ما كالوسم والرصف والتوسيع والتحويل. أما فيما يتعلق بوحدات التحليل في النحو التعبيري وكيف تختلف عن وحدة التحليل في النحو العربي الإعرابي، أقول إذا ما نظرنا في وحدة التحليل الأساسية في النحو الإعرابي فلا ريب أننا سنجد أن الكلمة هي وحدة التحليل بدون منازع، ولا يبدو أن ثمة مسوغا بينا لذلك غير كون الحرف الأخير منها يحمل حركة الإعراب، وهو أمر مقبول إذا ما أخذنا في حسابنا أن الإعراب هو موضوع هذا النحو. ومن المتوقع ألا تكون الكلمة هي وحدة التحليل الأساسية في النحو التعبيري أو في أي نحو يجعل من المعنى والغرض التخاطبي موضوعا له، وذلك لأن ما يهم المعبر أو المتكلم هو أن يكون له متحدث عنه وكلام يقال عن المتحدث عنه، وهو ما يعبر عنه في التراث البلاغي والنحوي أحيانا بالمسند إليه والمسند، وإن كان علماء التراث يميلون إلى قصر المسند إليه على ما نسميه بالمسند إليه الأساسي دون متعلقاته، متأثرين في ذلك طبعا بالمقولات النحوية والتحليل الإعرابي المعتمد على الكثير على الكلمة يعني بوصفها وحدة للتحليل الأساسي. ولذا فإننا نرى أن وحدة التحليل هي الوحدة الدلالية كالمسند إليه والمسند بمفهوميهما الواسع. ففي نحو باب الغرفة مغلق مثلا سيكون المسند إليه هو المركب الإضافي كاملا، يعني باب الغرفة معا، وليس كلمة باب وحدها، وذلك للمحافظة على وحدة المشار إليه، لأنه موجود واحد في الخارج، يعني في خارج الذهن في الواقع هو موجود واحد فقط. وهكذا فإننا نولي اهتماما لما يجعله المتكلم موضوعا لحديثه وما يقوله عن المتحدث عنه. وطبيعي فإن الوحدة الدلالية لا تقتصر فقط على المسند إليه والمسند فقط، بل هناك مقولات أخرى يؤلف كل منها وحدة دلالية متماسكة. وقد فرقنا هنا بين ما يسميه النحاة مفعولا به بالمعنى الإعرابي وما نسميه مفعولا به بالمعنى الدلالي على سبيل المثال يعني. ففي نحو أحببت هذا الطعام، أحببت الطعام المقدم إلينا، أحببت الطعام الذي قدمتموه لنا، فإن كل من هذا الطعام التي وقعت موقع المفعول به في المعنى الواسع أو المفهوم الواسع لهذا المصطلح، وفي الجملة الثانية الطعام المقدم إلينا والطعام الذي قدمتموه لنا
هو من كل ذلك هو من قبيل المفعول به بالمعنى الموسع. وإذا ما نظرنا في النحو الإعرابي فسنجد أن كلمة الطعام فقط هي التي تعرب مفعولا به في النحو الإعرابي، بالنظر إلى أن ما يذكر معه في كل جملة هو من متعلقاته، يعني في 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 مفهومنا للمفعول به بالمعنى الواسع يعني. وإن كان النحاة يعدون كلمة هذا في المثال الأول أحببت هذا الطعام في الجملة الأولى هي المفعول به، مراعاة منهم إلى جانب الصناعة الإعرابية وإهمالا منهم لجانب المعنى، مع أن التقدير في البنية الأصلية أو البنية العميقة لجملة أحببت هذا الطعام هو أحببت الطعام المشار إليه، هكذا هو التقدير في البنية العميقة. ولا يخفى أن سبب عدنا كل ما سبق مما سميناه مفعولا به بالمعنى الواسع وحدة دلالية أن المشار إليه شيء واحد في العالم الخارجي، وإن قيد في الجملة الأولى بالإشارة وفي الثانية بالوصف المشتق وفي الثالثة بالوصف الموصولي. وينطبق ذلك على سائر المركبات التي يكون المشار إليه فيها واحدة، مثل المركب الإضافي طعام الفقراء مثلا، والمركب التوكيدي الطعام كله إذا وقع موقع المفعول الطعام كله، والطعام نفسه إذا وضعناه أيضا في نفس الجملة في موقع المفعول، والمركب البدلي الخليفة علي مثلا في جملة أخرى، والمركب العطفي في نحو المدير ونائبه مجتمعان. يعني ننظر هنا مثلا في هذه الجملة بالذات لأن الأمر فيها أوضح، يعني أين المسند إليه هنا؟ لو قلنا أن المدير هو المسند إليه فقط وأن نائبه معطوف عليه، فإذا سيكون هناك اختلاف بين المسند إليه والمسند، لأن المسند مثنى وهو كلمة مجتمعان، في حين أن ما يسمى بالمسند إليه بالمعنى الضيق وهو المدير مفرد. فإذا لابد أن نعيد النظر ونقول أن المركب العطفي اللي هو المدير ونائبه هذا هو المسند إليه، والمسند هو مجتمعان، حتى يكون هناك تطابق وتناسب بين المسند إليه والمسند. ولكن طبعا النحاة دائما يضعون حدودا، وهذه الحدود هي نهاية الكلمة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يرصدوا حركة الحرف الأخير، ولذلك يقولون المدير مبتدأ طبعا ونائبه معطوف عليه ومجتمعان خبر المدير، مع أنه هو ليس في خبر المدير، هي خبر المدير ونائبه. ونظرا إلى أننا نميل إلى تجنب الإكثار من المصطلحات الجديدة ومحاولة التوفيق في التحليل بين النحو الإعرابي والنحو التعبيري، فقد أثرنا تبني مصطلحات النحاة الشائعة مع ضرورة تقييد المصطلح النحوي إذا استعمل بالمعنى الإعرابي بقيد الأساسي، يعني نحتفظ بمصطلح المسند والمسند إليه، ولكن عندما نريد أن نشير إلى ما يقصده النحاة بالمسند إليه فنقول المسند إليه الأساسي، لأنهم لا يجعلون المتعلقات ضمن إطار المسند إليه، فهم يستعملون المسند إليه بالمعنى الضيق جدا، لأن الأمر يتعلق بالحركة الأخيرة طبعا اللي هي حركة الإعراب يعني. فإذا يكون لدينا مسند إليه أساسي وهو المبتدأ وحده في الجملة الإسمية الأساسية، ومسند إليه دون تقييد إن كنا نقصد المبتدأ وما يتعلق به من وصف أو مضاف إليه أو نحو ذلك. يعني لو أخذنا مثلا باب الغرفة مغلق، فنقول المسند إليه هو باب الغرفة، بينما النحاة يقولون المسند إليه هو باب. فنحن نستعمل كلمة مسند إليه بالمعنى الواسع، وحجتنا في ذلك دائما أن المشار إليه واحد، لأن باب الغرفة هو شيء واحد، عندما ننظر إليه نجده هو شيء واحد. لكن بسبب أن المتكلم يريد أن يشير إليه بدقة فيستعمل إضافة ويستعمل وصف أو يستعمل أي متعلق من المتعلقات التي يؤتى بها عادة في الكلام،
لكي يميزه عن غيره، يعني هذا هو السبب. إذن مثل ما فعلنا مع المسند والمسند إليه، أيضا يكون لدينا مفعول به أساسي ومفعول به بدون تقييد. يعني لو قلنا مثلا في نحو أحببت، كما سأوضح، يعني أحببت مثلا الطعام المقدم إلينا، فتكون الطعام هي مفعول به أساسي. أما التركيب الطعام المقدم إلينا فنقول عنه أنه مفعول به دون أن نقول مفعول به أساسي، وذلك للتمييز بين المفعول به بالمعنى الإعرابي والمفعول به بالمعنى الدلالي. لأن بالمعنى الدلالي هو الطعام المقدم إلينا شيء واحد فقط، بينما بالاستعمال النحوي الإعرابي يقصرون طبعا المفعول به على ما انتهت أو ما انتهى الحرف الأخير منه بحركة، وهي حركة علامة النصب طبعا كما تعلمون. نأتي الآن إلى أهمية المشروع. يتوقع من النحو التعبيري أن يعمل على تحقيق الآتي: أولا، النمطية في كلام المتكلم، لأننا كما نعلم معرفة النحو بهذه الطريقة ضرورية للمتكلم للتمكن من بناء الجملة على منوال يستعمله أهل اللغة المتحدث بها، لكي يفهم مقصودا. نعم، ولذلك فمن المهم أن يدرس الطالب مناويل النحو العربي لتحسين مهاراته التخاطبية، كي يصبح قادرا على مخاطبتهم بقولة مرتبطة بجملة من الجمل الممكنة في اللغة. ثانيا، التماسك والانسيابية. لكل لغة منطقها الخاص، والنحو من أهم العناصر المسؤولة عن بناء المنطق الخاص بكل لغة من اللغات، فهو يساعد على تنمية القدرة على ربط الكلمات والعبارات والجميلات الكلوزز والجمل بعضها ببعض، ومن يفتقد هذه القدرة فسيكون كلامه مفككا وربما غير مفهوم. ولذلك فإن المتعلم بحاجة لتعلم النحو لكي يقول أو يكتب كلاما منطقيا متماسكا. ثالثا، الوضوح والألفة. التمكن من نحو لغة ما يساعد المتعلم على التعبير بوضوح عن مراده بسبب استعماله لما هو مألوف عند المتلقي المتمكن من نحو تلك اللغة. أيضا رابعا أظن، الطلاقة. تعلم مناويل اللغة يساعد على إكساب المتعلم الطلاقة اللازمة لكي يكون حديثه عفويا سريعا على النحو المطلوب. خامسا، الاستيعاب والتذوق. فهم النص وتذوقه يحتاج إلى الوقوف على فهم بنية الجملة، وهذا الفهم لا يكون إلا بمعرفة النحو بمفهومه المطور. ولذلك فإن من يكتب دون مراعاة مقتضيات النحو يصعب فهمه عادة. وأخيرا، الصحة. فالنحو جزء من مواضعات اللغة وأساليبها، ولا يمكن التعامل مع لغة ما دون اكتساب مواضعاتها وأساليبها. ثم إن النحو تتوقف عليه معرفة رتبة الكلمات والمطابقة بين العناصر التي تحتاج إلى مطابقة. أيضا النحو يهتم بمعرفة الهيئة التي تكون عليها أواخر الكلمات، على أن لا يكون الإعراب هو المحور الوحيد الذي تدور عليه أبواب النحو وموضوعاته. تفترض إذن نظرية النحو التعبيري ما يأتي: أولا، أنها جزء من نظرية عام تقوم على فكرة أن التخاطب عملية إرادية غائية يستعان فيها بمسالك معينة لتحقيق أغراض التخاطب وغاياته، وهي التي سميتها بنظرية المسالك والغايات. ثانيا، أن المتكلمين يعبرون عن أغراضهم تعبيرا ذهنيا قبل أن يكون نحويا، لذا ينبغي أن ننطلق من المعاني الذهنية كالإسناد والتقييد بأنواعه إلى ما توفره اللغة من مسالك للتعبير عن تلك المعاني. ثالثا، أن المعاني الذهنية هي معان عالمية موجودة في كل اللغات، وهذا يسهل مهمة التعلم بهذه الطريقة،
وتتحدد وظيفة النحو بناء على ذلك بتزويد المتعلم بأوجه التعليق والنظم المتعارف عليها في اللغة المتعلمة للتعبير عن تلك المعاني. رابعا، أن النحو القائم على هذه الطريقة هو نحو ينسجم مع الطريقة البشرية الطبيعية في اكتساب اللغة، لأنه يعبر عن الحاجات التخاطبية، يعني كيف تخبر عن شيء، كيف تستفهم عنه، كيف تأمر، كيف تنهى، وفق لطرائق التركيب الطبيعية الموجودة في أذهان المتعلمين بغض النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ولغاتهم الأصلية. خامسا، أن الكفاية النحوية لا ينبغي فصلها عن الكفاية التخاطبية، يعني الكفاية اللي هي بعضهم يسميها الكفاءة اللي هي competence، وأن تعلم النحو ينبغي أن يستثمر في خدمة تعلم اللغة وتعزيز مهاراتها. سادسا، ولعله الأهم، أنه ينبغي التفريق بين القواعد التعبيرية والقواعد المعيارية. في النحو التعبيري نسمي هذه القواعد هي قواعد تعبيرية، أي أنها قواعد مولدة للتعبيرات اللغوية. أما القواعد المعيارية فهي قواعد ضابطة للسان ومقومة لأواخر الكلام، فبينما تعد قواعد النحو الإعرابي من قبيل القواعد المعيارية، يرمي النحو التعبيري إلى صوغ قواعد وضوابط تسهم في تنمية مهارات التعبير على مستوى الجملة. مرة أخرى أذكر قبل أن أدخل في أركان في الحديث عن أركان النحو التعبيري، أذكر بأن النحو التعبيري هو ليس في علاقته بالنحو الإعرابي هي علاقة تكاملية، يعني هو يقدم مسلكا مختلفا ولكنه مكمل للنحو الإعرابي وليس بديلا عنه، يعني لأن لكل واحد من هذين النحوين هدفه الخاص. والنحو الإعرابي كما قلنا هو نحو نجح في تأدية وظيفته بغض النظر عن المقاربات البيداغوجية يعني كيفية التعليم، هذه مسألة أخرى قد تكون ناجحة أو ليست ناجحة، ولكن ما قام به النحاة في تراثنا هم نجحوا في تحقيق أهدافه، لأن كما نعلم في نشأة النحو هو نشأ لأسباب تتعلق بتصحيح الأخطاء التي كانت شائعة في ذلك الوقت، لأن المتكلمين في ذلك الوقت كانوا يجيدون اللغة ولكنهم يخطئون في تحريك أواخر الكلمات، وهو ما أدى إلى نشأة النحو كما نعلم جميعا. طيب، من أركان النحو التعبيري هو أولا العناية بالتأليف، كيفية تأليف الجملة، تأليف الجملة النواة اللي هي الجملة الأساسية المكونة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. بعد ذلك ننتقل إلى التحويل، التحويل الكمي بالتوسيع أو بالحذف أو بالإضمار بإضافة فضلات إلى الجملة النواة، كتحويل الحال المفردة إلى جملة مثلا أو العكس، تحويل المبني المعلوم إلى مبني المجهول أو العكس. أيضا التحويل الموقعي كالتقديم والتأخير. أيضا التحويل الكيفي اللي هو الاستبدال، إجراء وتغيير في هيئة البنية بإحلال عنصر محل آخر تسمح به قواعد اللغة، وذلك مثل تحويل المبني المعلوم إلى مجهول والعكس، وتحويل الحال إلى مفردة إلى حال جملة، وتحويل المثبت إلى منفي والعكس، تحويل الصفة إلى حال والعكس، تحويل الظاهر إلى مضمر والعكس، تحويل الجملة الخبرية إلى طلبية والعكس. من أيضا الأركان التي يقوم عليها هذا النحو هو تحقيق التماسك، تماسك في سواء كان على مستوى الفقرة أو على مستوى النص أو على مستوى الجملة، وهذا لا يكون إلا بالتدرب على بعض وسائل التماسك، لأننا كما نلاحظ أن معاناة المتعلمين اللغة على المستوى التركيبي لا تقف فقط على ما قد يجدون من صعوبات في تعلم مما سبق ذكره يعني، بل يتجاوز ذلك إلى التحدي الكبير الذي يواجهونه في ربط عناصر التركيب على مستويي الجملة والنص. ولذلك لا ينبغي لنحو يرمي إلى تحسين قدرة المتعلم على التعبير أن يهمل سمة التماسك. وعلى الرغم من أن العناصر المعجمية قد يكون لها إسهام في تحقيق التماسك في الكلام، بيد أن العبء الأهم يقع على النحو في تحقيق هذه السمة، ولذلك لا يستغرب في تعريف التماسك بأنه
الربط النحوي بين أجزاء النص على نحو تبدو فيه تلك الأجزاء مفتقرة بعضها إلى بعض، بحيث لا يمكن لأي منها أن يستقل أو يستغنى عن الآخر. ولعله لا يخفى على المهتمين بدراسة التماسك أن الاستبدال والإضمار والتماسك المعجمي من الوسائل المعينة على تحقيق التماسك، ولكن لا يعترينا شك في أن الإحالة اللي هي الريفرنس يعني والروابط أيضا هما أهم وسائل التماسك وأكثرها شيوعا، ولذلك ينبغي أن تكون من موضوعات النحو. ننتقل إلى أسس النحو التعبيري. يعني هناك أشياء إضافية وإن كان هو كانت تتعلق بالنواحي البيداغوجية التعليمية. أولا مبدأ الشيوع، وهنا ممكن يعني أشارككم الرابط إذا أمكنني ذلك. يعني من المبادئ التي نعتمدها في النحو التعبيري، لا أدري إذا كان يظهر الآن أو لا. نعم، مبدأ الشيوع أن نستند إلى التراكيب الشائعة. يعني التراكيب الشائعة مما لاحظناه ولاحظه أيضا غيرنا أن أكثر الكلمات شيوعا هي الكلمات المجرورة، وهذا مخالف لما يعتقده الكثيرون. يعني مثلا لو قرأنا سورة الفاتحة هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لاحظوا لله رب العالمين، كلها كلمات مجرورة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعدين صراط الذين، طبعا في محل جر، أنعمت عليهم غير نفس الشيء المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني أغلب الكلمات مجرورة، وهذا ليس في القرآن فقط. أنا اقتبست الآن مقتبس من زميلنا الدكتور خالد أبو عمشة صديقنا من أحد كتاباته، وكان الأمر عشوائيا حقيقة. يعني فيقول: أسهم مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في توظيف عدد كبير من الأفكار الإبداعية الفريدة في الفصول الدراسية بهدف تحقيق المتعة في تعليم اللغة العربية. يعني تقريبا كل الكلمات مجرورة، لأن اكتساب اللغة بشكل عام يعتريه نوع من الجمود إلى آخره. فنستطيع أن نقول أن من المهم جدا أن نركز على المجرورات بوصفها هي التراكيب الشائعة في العربية. أيضا مبدأ الاقتصاد، ونعني به بذل القليل من الجهد للحصول على أكبر قدر من الفائدة. طبعا ومما يحقق ذلك ما ذكرناه سابقا، وهو الاعتماد على مبدأ الشيوع. أيضا مبدأ التيسير، التعلم بأسهل الطرق وأسرعها. ومبدأ الإفادة، وهو ربط القواعد وأنماط التراكيب بالفائدة التي تعود عليهم بحيث يشعرون فعلا بفائدة. يعني مثلا لو سألنا سؤال عندما ندرس كان وأخواتها أو إن وأخواتها، الطالب لعله يسأل: ما العلاقة بين كان وأخواتها؟ كذلك العلاقة بين إن وأخواتها، غير كونها إما أنها تنصب الاسم وترفع الخبر أو العكس. يعني ما العلاقة بينها؟ يعني كان المطلوب من الطالب، خاصة الطالب الذي يتعلم اللغة العربية الناطقين بغيرها، مطلوب منه فقط أن يصحح هذا الأمر. يعني يصحح اللي هي نهاية الكلمة بفتحة أو بضمة أو بكسرة أو ما ينوب عن ذلك من الحركات، من الحروف عفوا، بالحروف عن الحركات أقصد. يعني ما الفائدة والجدول؟ نفترض أن هذا الطالب الذي يتعلم اللغة العربية الناطقين بغيرها هو لا يريد أن يصل إلى هذه المرتبة في تعلم اللغة بحيث يستطيع أن يحرك الحرف الأخير، هو يريد أن يميل إلى التسكين مثلا. هذه النقطة. النقطة الثانية، لنفترض أن
لغات اللغة العربية ليس فيها إعراب، فهل يستطيع النحو الإعرابي أن يصف لنا جمل اللغة العربية بوضعه الحالي يعني، مع أن التركيز كله على الإعراب؟ طيب، هل يصلح النحو الإعرابي الموجود في العربية الآن لتطبيقه على لغات أخرى؟ هو لو كان صالحا لكان انتشر، لأنه نحو يعني نستطيع أن نقول نحو متطور جدا ومتقدم في خدمة أهدافه، ولكنه لا يصلح للتطبيق على اللغات الأخرى لأن اللغات الأخرى ليس فيها إعراب. إذن هذا يشير بوضوح إلى أن التركيز في النحو العربي فقط على الإعراب، وطبعا هذا لا يحتاج إلى دليل على ذلك. وإن أردنا فلنستمع مثلا إلى الزجاجي الذي كان يقول أنه سمي النحو إعرابا والإعراب نحوا، وذلك لأن الغرض طلب علم واحد، يعني هذه عبارة مشهورة للزجاجي. إذن ما الموضوعات التي يمكن أن نهتم بها في النحو التعبيري؟ يعني هذا نماذج من دراسة الجملة الإسلامية. أولا يكون الموضوع هو كيف نخبر بالجملة الإسمية، ومن ضمن ما يدرس هنا نبدأ بجملة بسيطة طبعا بدون قيود، بدون يعني بجملة نسميها الجملة النواة، ثم ندربه على كيفية تأكيد الجملة الإسمية، لأنه يحتاج الطالب بطبيعته ثمة غرض من الأغراض التخاطبية وهو التأكيد، يعني لا يستغنى عنه الطالب. كذلك ندربه على كيفية نفي الجملة الإسمية. ليس هناك في النحو العربي الإعرابي حاليا موضوع النفي، ولذلك لو طلبت من أحد خريجي قسم اللغة العربية أن ينفي جملة مثلا حتى جملة بسيطة مثلا الجو حار، بالتأكيد أنه سيجد وسيلة لنفيها، ولكنه لا يستطيع أن ينوع في نفيها كما هو معروف وكما سنرى بعد قليل يعني. كذلك لو تأتيه ببعض الأفعال مثلا وتقول له كيف يمكن أن ننفي فعل، وكيف ننفي قد فعل، وكيف ننفي لقد فعل، فسيجد صعوبة في التمييز بينها. لماذا؟ لأنه في حياته لم يدرس هذا، ليس هناك شيء اسمه موضوع نفي. النفي طبعا هذا لا يعني أن النحاة لم يشيروا إلى ذلك، حتى سيبويه أشار إلى بعض هذه، ولكنها ليست لا تدرس عادة تحت باب من الأبواب، بدليل أننا نجد مثلا ليس في من أخوات كان، لأنه يدرسه في أخوات كان، يدرس لم مثلا، ولما من جوازم الفعل المضارع، يعني هي لا تجمع تحت باب النفي وإنما توزع وتفرق لاعتبارات إعرابية. أيضا من الموضوعات التي يمكن أن تدرس هنا هو إدخال الزمن على الجملة الإسمية، يعني كيف ندخل الزمن، لأن الجملة الإسمية كما تعلمون هي خالية من الزمن في الأصل، ولكن نستطيع أن ندخل عليها الزمن وفقا لحاجاتنا التعبيرية يعني. أيضا كيف نحاكي الجملة في النحو الإعرابي؟ عادة يقولون أن مثلا هي من أخوات إن، وعندما يتحدثون عن وظيفتها يقولون هي أيضا للتأكيد، والواقع ليس كذلك، هي أن ليست للتأكيد، هي أن تستعمل وسيلة للربط بين ما قبلها وما بعدها، يعني مثلا يقال يشاع أن كذا، يزعم أن كذا، والدليل على أنها ليست للتأكيد أنه يقال يزعم ويزعم للتضعيف، يقال يزعم أن كذا كذا، أن غدا عطلة مثلا يزعم، فأن هنا هي أداة ربط بين ما قبلها وما بين بعدها وما بعدها. أيضا من الموضوعات التي ندرسها في النحو التعبيري هو كيف نخبر بالجملة الفعلية، كيف نستعمل الزمن في الجملة الفعلية، كيف دلالة على الماضي، الحال، الاستقبال، الاستمرار إلى آخره. أيضا اللازم والمتعدي طبعا من الموضوعات المهمة لأنها متعلقة بتلبية أغراض تخاطبية، التعدي بمفعول بمفعولين بثلاث مفعيل، البناء للمجهول، بعدين توسيع الجملة، كيف نوسع الجملة بالتقييد، كيف نقيد الاسم بمضاف إليه بجار ومجرور، يعني نستعين بما يقدمه لنا النحو العربي طبعا من تبصرات مهمة جدا، ولكن يمكن أن تدرس بشكل آخر وبشكل مختلف يعني.
أيضا من الموضوعات التي تدرس الاستفهام بالهمزة، هل بقية أدوات الاستفهام، الأمر أيضا كيف نأمر. احنا حتى لو نفس الشيء لو رجعنا مرة أخرى وطلبنا من الطالب العربي المتخرج في قسم اللغة العربية وطلبنا منه أن يأمر بطرق مختلفة، قد لا يجد ما يسعفه في التنويع، في حين أننا نجد أن العربية تتيح لنا الأمر بفعل الأمر بلام الأمر مع المضارع، باسم فعل الأمر، بالمصدر، بأسلوب الإغراء، بالدلالة المعجمية أحيانا. أيضا النهي نفس الشيء، الالتماس، هذا موضوع لا يدرس أصلا في النحو، كيف يكون الالتماس وديا، كيف يكون مؤدبا، كيف كذا. التمني أيضا نجد أن أدوات اجتمعت من مختلف الأبواب مثل عسى وليت وكذا تحت باب واحد اللي هو التمني. موضوع الإحالة أيضا الطلاب، يعني نحن نجد أن الطلاب خاصة الأجانب لأنهم يأتون من خلفيات لغوية مختلفة، نجد أنهم يجدون مشكلة في الإحالة وعلاقتها طبعا بالمطابقة، أيضا الإحالة بالضمائر، بالإشارة، بالمقارنة إلى آخره. أيضا الربط بين الجمل باستعمال روابط زمنية مثل الفاء، وثم بروابط إضافية مثل ولا سيما، كما، فضلا عن ذلك، إضافة إلى ذلك، روابط الاستدراكية مثل لكن، لكن، بل، على الرغم، الروابط السببية والتعليلية مثل لام التعليل، لأن، كي، كيلا، إلى آخره. من ضمن الأشياء التي يمكن أن، من الأمثلة المقدمة لما اجتمع فيه التحويلان الكيفي والكمي، احنا أشرنا إلى أن التحويل هو وسيلة من وسائل تنمية التعبير أو القدرة التعبيرية لدى الطالب. مثلا لو أخذنا هذا المثال، عاقبت الجامعة الطلاب المنذرين، سنجد التغييرات التي وقعت لا تقتصر فقط على الناحية الإعرابية، بل سنجد تغيير صيغي في عاقبة، نجد أيضا حذف، نجد أيضا تغييرات تتعلق بالمطابقة. فنركز في هذه التغييرات على كل التغييرات الناشئة عن التحويلات. التحويلات يعني هي أعم بكثير من مجرد وجود العلامات العربية والتغييرات التي تحدث فيها، والتغييرات هذه أيضا ليست مقصودة في ذاتها. يعني تغيير مثلا ما كان مفعولا به عندما تحول وأصبح مرفوعا باعتباره نائب فاعل، هذا التغيير هو ليس مقصودا في ذاته، وإنما هو جاء نتيجة، وإحنا ركزنا على النتيجة فقط دون أن ننظر في كيفية حدوث التحويلات. على أي حال الموضوع متشعب، ولا أدري إذا كم بقي من لي من الوقت، لكن هذا مثال آخر، مثلا أنماط الجملة الاسمية، يعني ندرب الطالب كيف تأتي وتختلف وتتنوع هذه الأنماط مع التركيز على المطابقة مثلا بينها، الجو حار، الجامعة مفتوحة، الأقلام غالية، الصديقان مخلصان، الطالبتان مجتهد، إلى آخره. تأكيد الجملة الإسلامية لما ندرسه كيف تؤكد الجملة الإسلامية، هذه من الأمثلة التي يمكن أن تقدم، إن الله جميل، إن المنافقين لكاذبون، بالجمع بين إن واللام، وإلى آخره. النفي، مثال للنفي، مثلا الجو حار، كيف تنفى هذه الجملة، كيف ننوع في نفيها، وما هي القيود التي يمكن أن تحدث مع بعض استعمال بعض الأدوات، ليس الجو حارا، الجو ليس حارا، ليس الجو بحار، الجو ليس بحار، ما الجو حار. بس لعل أحد الحاضرين يسأل ويقول، كل هذا الذي تقول أنت تأخذه من نحو، نعم أخذه من نحو العربي، ولكنه كان مبعثرا، فأجمعه تحت أبواب تتعلق بالغرض الذي من أجله ندرس هذا النوع من النحو، وهو تنمية القدرات التعبيرية للمتعلم. أمثلة هنا للنفي، كان الناس أمة واحدة، كيف تنفى، وكيف نفرق بينها وبين قد كان لك بيت في قلبي كما قال أحدهم، لقد كان الوالد محاميا، يعني هذه جمل مختلفة كما تعلمون، لكنها تنفى بطرائق مختلفة ولم تعرض علينا عندما كنا ندرس النحو في الجامعة يعني، أو في قبلها يعني.
أيضا كيف تحول هنا مثلا الحال مفردة إلى حال جملة اسمية، هذا كله يسهم في تنمية القدرات التعبيرية للطالب. ونكتفي بهذا القدر، وأشكركم جميعا على الحضور وعلى حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، ولعلنا نتوسع في بعض الأمور من خلال الأسئلة يعني إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا للاستاذ الدكتور محمد يونس على ما تفضل به. ولا شك ان اللغه كائن معقد يحتاج منا الى اكثر من اجتهادات كثيره منها ما تفضل به الدكتور، وهي مقاربه تستحق ان نقف عندها وان نستمع الى ما قد انقدح في اذان بعض الحاضرين من بعض الاسئله والاستفسارات. فالجماعة إذا كان في شيء من محمد ارحموا يا جماعة. أنا أستاذ الدكتور محمد بسمة في فاشل الدكتور في بعض الناس.
نقول له لا هي نافية فيها سليم الله،
وصنفت. فهذا هذه نحتاج الى
دكتور كذلك الدكتور أشار إلى القواعد التعبيرية، والفرق بينه وبين القواعد المجرية لم يضرب مثلا للقواعد التعبيرية. مثلا نريد أن نضرب مثال آخر أوضح يكون في موضوع القواعد التعبيرية. يعني كذا في الصلاة، أيضا في التوظيف الكتاب وذكر أن المسيح أشار في الكتاب. وحقيقة المسيح رحمه الله حاكى الكتاب كله في كتاب عن موضوع النحو كما ذكر الدكتور بشير، يعني موضوع موضوع الصرف حقيقة. الآن لما نقول الدكتور النحو التعبيري أين يكون من الصرف؟ هنا سؤال، يعني هل الصرف يدخل عندما قال سيبون في الكتاب العرب حامة أن تقول فقرة وقالت افتقر؟ لأنه لو قالوا فقرة عياذا بالله لفاتت صفة غريزية الإنسان ولا مدى الفقر له لدينا. نسأل الله العافية. تحدث عنه قال افتقر، هذا موضوع صرفي عالج معنى كبير جدا، يعني عالج معنى. فهذا يحتاج الى توضيح الدكتور يعني في موضوع العنوان كيف يتوافق فعلا مع موضوع التعبير والكتابه، هل انه فقط ام ان هناك اشياء اخرى تدخل في هذه المواضيع؟ وان شاء الله يعني في هذا الكفايه. جزاه الله خيرا وبارك الله فيك دكتور رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الدكتور محمد زميلي في الدراسة وصديقي وكان متميز كنا في الدراسة الجامعية. الدكتور محمد يونس زميلي وصديقي وكان متميز ومشهود الفنون بالطرائف العلمية والتفوق طبعا. أريد أن أشير إلى أن كل ما يوجد في النحو التعليمي هذا كلام سبق إليه طبعا الدكتور محمد يشير يوجد في النحو الإعرابي كما يسميه الدكتور محمد يونس وإن تفرغ في الأخير لم يوحد في أبواب معينة. النقطة الأخرى الغرض من النحويات النحوين سواء التقليدي أو القياسي أو المعياري أو الإعرابي نحو التعبير ونقول عليها علم المعاني هو علم المعاني هو الغرض هو سلامة التعبير والقدرة عليه الغرض في هذا النحو أو في ذلك النحو. بعض الموضوعات التي أشرت إليها في النحو التعبيري موجودة في علم المعاني ولذلك هناك دعوات كثيرة لدمج وأشارات الدكتور محمد الأسود هناك دعوات كثيرة لدمج علم المعاني في علم النحو في دروس علم المعاني ضمن دمج معاني النحو وتكون في ذروة علم النحو لأن المعاني علوم معاني وقواعد المعاني تراعي المتكلم هو كلام أو هو لغة المتكلم باعتبار المتكلم والنحو باعتبار المعيارية ينظر فيها المتكلم علم المعاني باعتبار حرف المتكلم أو المقام وما إلى ذلك. قلنا هناك من دعا إلى ضم علم المعاني ما أشار إليه الدكتور محمد هو طبعا النحو مرض النحو التقليدي الكلاسيكي ثم جاءت الدعوة إلى تدريس النحو. الدكتور محمد جاء بمنهج آخر له منهجية جديدة عندما يتكلم عن نحو التعبير هو يعرف منهجية جديدة لتدريس قواعد النحو وقواعد المنهج المعياري أو النحو المعياري الذي يرسل إليه قواعده هي القواعد المعيارية لا ليست له قواعد جديدة وإنما هو عبارة عن تصنيف وأداء وآليات لتدريس اللغة وتعليم اللغة فيما أراد الإشارة إلى أن عندما قال المجرور في العربية أكثر وأكثر منصوب وأكثر مقطوع طبعا نحن لكن نقول أن المنصوبات أكثر لكن حين نقول هذا باعتبار العامل معمولات المنصوبات أكثر من معمولات المرفوعات والمعمولات المجرورات عامل المجرورات معمولين عندنا المضاف والمجرور وعامل المنصوبات عندنا مفعولات ومنصوبات منصوبات مفعولات ومنصوبات شبه مفعولات ومنصوبات اذا كثرة المنصوبات ترجع الى العامل وليس للاستعمال قد يكون الاستعمال الجر استعمال الجر قد يكون اكثر وان كان كما اشار الاسود جميعا لهذا يحتاج الى دراسه ويحتاج الى احصاء والى بحث لكن الكثرة عندنا احنا عندما نقول الكثرة راي كثرة المنصوبات باعتبار العامل وليس ولذلك اعطي اخف الحركات واسهل الحركات اللي هي الفتحة والمعمول اللي هو المرفوع قليل اللي هو الفاعل ذلك الفاعل ممكن او اعطي اسهل الحركات وهي الرفع وبارك الله في الدكتور محمد يونس الجديد وبارك الله في حضرتك والسلام عليكم. شكرا دكتور علي علي الدكتوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه وعلى اله وصحبه محمد بن يونس. اشكره على ما تفضل به في هذه المحاضره واذكره بانني كنت زميلا له في معهد مالك قبل الجامعه وكنت بعده دفعتين. ما تفضل به الدكتور كنت يعني بإضافة إلى ما ذكره أساتذتي الكرام بارك الله فيهم جميعا الفرق بين النحو التقعيدي والنحو التعبيري بالمصطلح الذي استعمله الدكتور محمد بينهما الخصوص والعموم. يعني النحو التقعيدي هو جزء من النحو التعبيري. النحو التقعيدي يعبر
يتكلم عما يجول في خاطرهم بالحركات. نفهم التعبير فهو جزء من النحو التعبيري صفة، لكن ما أود أن أستوضحه من الدكتور حتى تكتمل أو تظهر الصورة أكثر. عندما ندرس النشأ ونبدأ في تدريس النشأ، كيف ما الخطوات التي نضعها أو نتبعها في وضع المناهج من المرحلة الابتدائية وبعدها إلى مرحلة الجامعة أو فيما بعدها؟ هل نبدأ كما هو معتاد بالنحو التقعيدي ثم بعلم المعاني، أم نسير في خطين متوازيين؟ لو وضح لنا الفكرة كيف نضع أو كيف يتصور وضع المناهج في مراحل التعليم المتعاقبة. بارك الله فيك وشكرا للحضور. شكرا دكتور علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته سبحانه، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا. شكر جزيل لمجمع اللغة العربية على هذه المحاضرة القيمة، وكذا للمحاضر الأستاذ الدكتور محمد محمد يونس الذي لم أتشرف معرفته إلا من خلال كتبه، وكتبه قد عبرت عنه، والآن المحاضرة ايضا عبرت عنه تعبيرا كثيرا، لانه انسان مبدع. والحقيقه انا لست في حال تساؤل، وانما انا في حال تأييد في هذه الفكره، لانها ذكرتنا فيما قاله ابن خلدون في مقدمته عندما تحدث عن كيفيه الوصول الى ملكه اللغه عند الطفل. قال من طريق التفريق، فعندما ندرس الطالب وندرسه جملا وعندك يجب ان تقول هكذا في هذا الموضوع وهكذا، فهو من طريق التفريق سيتعلم هذه الملكه. وبذلك طبعا هذا نقوله من منطلق خبره كوني من في كليه التربيه، ونتعامل مع طلاب المدارس ومجيء طلاب المدارس الينا، ونحن ايضا ننتج لهم معلمين لكي يقوموا بتدريسهم. وجدنا ان الطلبه ياتوننا وكانهم يعني اميون، يعني اميه كامله قراءه وكتابه وتعبيرا، وبذات التعبير يعني ممكن من اصعب الاسئله التي ممكن ان تقال للطالب او تكتب للطالب: اكتب مثالا على كذا، الا اذا كان المثال محفوظا، اذا كان المثال جاهزا فانه يكتبه، اما ان يعبر من تلقاء نفسه فانه لا يستطيع ذلك. لكن وجود طبعا هذا النحو الذي اسماه بالنحو التعبيري اسسه موجوده في الكتب القدامى. سيبويه عندما نقرا كتابه نجد اكثر من 40 موضعا يشير الينا الى كلام العرب وسمة كلام العرب وطرائقهم وانتحاء سمعتهم، بحيث اننا نقلدهم في من غير الرفع والنصب والجر، وانما متى يقولون هذا ومتى لا يقولون ذاك. وممكن من علق او نقد كتاب سيبويه من القدامى قال هناك موضع واحد فقط لم يشر اليه كلام العرب، ولكن البقيه اشار الى ذلك. فالنحو او كتب النحو القديمه وحتى المتاخره فيها مزج بين الشكل والمضمون، لكننا للاسف عندما نضع مناهجنا نحن نركز على الشكل، على التركيب، مرفوع، منصوب، مجرور، ولكننا لا نقول لماذا، حتى اننا لا نهتم بالتنويعات. لو اننا اخذنا القران الكريم وكيف كان هناك تنويع مثلا في استخدام تاء التانيث في الوضع المجازي، جاءت صيحه، جاء صيحه، لماذا جاءت هنا بتاء التانيث؟ لماذا لم تاتي هنا بتاء التانيث؟ هذه نحن لا نهتم بها. احد يعني الاساتذه افاضل عندما اقرا له فانك تجده يهتم بالمعنى، ولكن عندما تقف او تجلس امامه في محاضرتي في القاعه تجده يهتم بالترتيب، يقول مرفوع، منصوب، مجرور. نحن اجبرنا على ذلك نظرا لهذا الهبوط للاسف الشديد. ولذلك هذه الطريقه انا اراها رائعه جدا في التعليم، اننا نعلم الاسئله
الاساليب بالنسبه للصغار، وحتى اذا وصلنا مثل مرحله الثانويه الادبي ممكن ان ندخل له النحو التقليدي هذا المعياري، لكننا لان الطفل عندما يعني تريد امامه ذهب محمد فانه يقول ذهب محمد، جاء يعني رفع هذا يصبح تلقائي عنده. ويا ليت ان هذه الطريقه تستخدم ايضا. طبعا نحن نعرف ان النحو عندما وضع صحيح كان الغرض هو هذا اللحن، ولكن اكثر من ذلك وضع حتى يحافظ على اللغه لكي لا يكون هناك بون شاسع بين لغه الناس وبين القران الكريم. يعني هي خدمه للقران الكريم، والنحو كل الجندير او الذي وضع لكي يحمي هذا الكتاب من ان يكون كتابا مهجورا من الناس. إذا استقينا التعابير من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وكيف يتم التعبير، لذلك سيصبح الناس يقرؤون القرآن ويفهمونه. ولأن هجرة هذه يعني التعابير للأسف الشديد يعني تجعل الناس لا يفهمون القرآن الكريم حقيقة، إنما يسمعون دون وعي تجدهم في لا يتأثر إذا كان هناك موقع تأثر له. فأظن أن هذه الطريقة ممكن أن تحيي فينا هذا الأمر. قال أن من أسس النحو التعبيري هذا الشيوع. بالنسبة للشيوع هذا أرجو أن يكون محدودا ويكون سلاح أيضا ضد كثير من التعبيرات التي دخلت إلى العربية وشوهت العربية، وبخاصة من طريق أو عن طريق الترجمة الحرفية. نحن نعرف أن مثلا لدينا المبني للمفعول أو للمجهول يجب أن يكون الفعل يبنى أو يصار بطريقة معينة يحدث الفاعل، ولكن من التعبيرات الوافدة لنا التي يكثر استعمالها كثيرا في الألسنة نقول كتبت المقالة من قبل الصحفي. فالفعل مبني للمفعول والفاعل موجود فقط، وهذا يعني طعن نجفة في القاعدة النحوية. نحن لا نريد أن نضيع العربية، وإنما نريد أن نعيدها كما تكلم بها أصحابها ونربط بين التركيب وبين المعنى، وبذلك ممكن أن نتغلب على التعبيرات الوافدة. إلى جانب أن هذا الشيوع أيضا لا يكون حجة لكي مثلا نلغي بعض الموضوعات، وهذا ما يدعو إليه بعض الباحثين يقولون مثلا لماذا ندرس موضوع التنازع وهو ليس يعني لا يستخدم أو لا يستخدمه الناس، كون الناس لا يستخدمونه ويشبهه من قبل الناس هذا مفروض أننا نحييه لا أن نطمسه. أذكر أنني عندما كنت أشرف على طالبة في التربية العملية فكانت تشرح لهم موضوع في البلاغة أن الكلمة الفصيحة هي تلك الكلمة التي ليست حوشية ليست غريبة. فأنا تدخلت وسألت التلميذات في الفصل كلمة باخة هل هي معروفة هل هي شائعة؟ قالوا لي لا هي حوشية أو غريبة. وقلت لهم إذا القرآن الكريم ليس فصيحا يعني هذا ما أردت أن أقوله. وكذلك أنا أقول أن تبني هذا البرنامج وضع المناهج الدراسية في فترة التعليم الأساسي والمتوسط وأيضا لغير المتخصصين أظن سيكون ناجح. شكرا لحسن استماعكم، أعتذر عن الإطالة. شكرا للدكتور محمد يونس والسلام عليكم. شكرا دكتور السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. كنت رفعت يدي لكن يبدو لما تنتهى إليكم. نوارة محمد عقيلة جامعة سبع. السلام عليكم أساتذتي الأفاضل مجمع اللغة العربية وأستاذنا المحاضر الفاضل الدكتور محمد يونس علي. لن أطيل وحاول قدر الإمكان أضع بعض الملاحظات في النقاط. أستاذي الفاضل أول دكتور محمد أشكركم على ما تفضلتم به بهذا الطرح الجديد الذي يعيد أو في الحقيقة هو إعادة لقراءة التراث بعيون معاصرة. أبدأ ملاحظتي الأولى بعد إذنك دكتور محمد. من خلال الطرح لاحظت أن باب المفردات الذي هو يأخذ مساحة لا بأس بها في النحو العربي
غير واضحة تماما في النحو التعبيري، ربما من خلال فهمي، ربما هذا للفكرة التي طرحتموها أو الشرط الأساسي الذي وضعتموه، أن هذا النحو التعبيري هو تكملة للنحو المعياري. معنى هذا كأننا عند تدريس النحو المعياري سأبدأ من أبواب المفرد، مفردات يعني أحوال الكلمة، ثم أنتقل إلى التعبير. لكن من خلال طرح حضرتك لاحظت أن هناك بعض الأبواب التي كانت في النحو المعياري ستدخل إلى، أو كانت في التركيب ستدخل إلى المفردات. من ذلك عندما بينت لنا في جملة باب الغرفة أصبح في النحو التعبيري بمثابة مفردة، وهذه دعوة معلنة أو غير معلنة لإعادة الرؤية من جديد كذلك في باب المفرد في النحو. في الحقيقة ما فهمته من حضرتك أستاذي، إذا كان النحو المعياري الأول ينطلق من اللغة من حيث هي لغة، يعني مرفوعات منصوبات مجرورات، يعني كأننا نربط العلاقة بين العقل واللغة، حضرتك تنتقل بنا إلى مستوى آخر تماما وأنت بين اللغة والكلام، فيكون المتكلم إذا صح التعبير أو العقل ماذا يريد من الكلام، فنأخذ إذا سمحت لي، هل بالإمكان أن نضيف عنصر آخر هو موجود حقيقة لكنه لا يظهر في هذين المثل رؤيتين إذا سمحت لي، وهو مفهوم العالم؟ ماذا لو أدخلنا كل المفاهيم المتعلقة بتصنيف العالم مع هذه التركيبة الثلاثية ونعيد كذلك ترتيب الكلام؟ سأبين لكم ذلك من خلال ما؟ من خلال الملاحظة الثانية، وهي ملاحظة الشيوع. حضرتك بينت لنا أن الجر هو أكثر الشيوع، هو أكثر الحركات شيوعا. سأضيف ملاحظة على هذه الملاحظة تكملها، وهي ملاحظة دائما يكررها أستاذنا الفاضل الدكتور صالح البغدادي، يقول المضاف إليه هو أكثر التركيبات حضورا في اللغة. واسمح لي بإضافة هذا، إذا قلنا لماذا المضاف إليه هو الأكثر، هذا يجعلني أعود إلى ما يقوم به العقل في الخارج، وهو يمقول الأشياء بحسب عبارة الفارابي أو يصنف الأشياء. فأنا لدي أكثر من باب، ولكي أصنف سأقول باب الغرفة. هذه تراكيب كثيرة لكي نبدأ أن نتحدث عن شيء أو نخبر عن شيء، فإنني محتاجة لهذا الشيوع لكي أدعم فكرتي بأن الانطلاق من العالم ممكن أن يبين لي أكثر ويوسع أكثر. أقدم الملاحظة الثالثة وهي التحول. حضرتك يقول بالإمكان أن نركز في درس الإخبار من حال المفردة إلى الجملة الاسمية. أقول أساتذتي الأفاضل قطعت شطرا من العمر لكي أفهم ذاك الضمير الذي يجب أن يكون في الجملة الاسمية ويعود على المبتدأ، فما ارتسم في ذهني حتى تحولت إلى النظر في اللغة في علاقتها بالعالم. أنا بإمكاني أن أعبر عن شيء كل، وبإمكاني أن أعبر عن جزئه، فوجدت الأمر جيد. محمد كريم، هذا تعبير مفرد. محمد، ناخذ جزءنا، خصاله كريمة. فهنا بهذه القاعدة الموجزة ومن خلال علاقة العقل مع العالم بإمكاني أعيد ترتيب الكثير من الأبواب. هناك ما أتفاعل به الكثير مع أستاذنا الفاضل، لكن لن أسرق الوقت أكثر من هذا. شكرا لكم جميعا، شكرا لتحت هذه الفرصة. شكرا دكتور عمر. أنتقل للدكتور محمد الحاج. اليوم
احسن الان طلاب الماجستير والدكتوراه في قاعات البحث ويشهد الاساتذه اكثرهم يعجزون على ان يلقوا او يسايروا الاساتذه في طرح او مناقشه اي موضوع بالفصحى. هذه ظاهره لابد ان نعترف بها. فاعتقد ان الدكتور محمد في هذه المحاضره ينطلق من هذه المشكله العامه. والان ينتقل بنا من النحو الاعراب او التفعيل الى النحو التعبيري. اعتقد انه انما اراد ذلك لياخذنا الى ميناء او مرفا النجاه. يعني كيف نحاول ان ننقذ اجيالنا، لا نقول ان ننقذ اللغه العربيه او العربيه في سموها وكمالها، لكن هو اعتقد الان ياخذنا الى سبيل النجاه، الى سبيل نجاه الاجيال. كيف نعود الى تمكن اللغه العربيه؟ اعتقد اولا هذا الموضوع يشير الى مشكله كائنه اشارت اليها الدكتوره مبروكه والسهلاء ربما بطريقه مباشره، وهي غياب العنايه بالتعبير والانشاء في تمويلنا العلمي، تمويلنا في المراحل الخاصه بالتعليم الاساسي ثم الثانوي. فنحن نعلم ان ماده التعبير والانشاء وهي خلاصه او ثمره ما يتعلمه الطلاب في اللغه العربيه غائبه معطله. هذا سؤال كبير جدا وملاحظه دائما متكرره في كثير من الحالات والمنتقلات ومن اخره، لكن كيف السبيل فعلا الى ان نعود بمقررات المرحله الاساسيه بالتحديد ثم الثانويه الى العنايه بموضوع الانشاء والتعبير. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه ان بنيه اللغه لدى الطفل ثم لدى التلميذ في مراحله الاساسيه لابد ان نلاحظ ان ما اسباب هذا الضعف الذي نعانيه الان ويتلبس ويستمر معنا مع الخريجين ومع حمله الماجستير والدكتوراه وبعد ذلك في حياتنا العامه. ما السبب؟ السبب في اننا ما عنا التلميذ او الطالب يتعلم يبتدي ربما من الصف الرابع وهو يعلم المبتدا والخبر والفعل المفعول به، ثم بعد ذلك بعد هذه الرحله الطويله مع ناس سنين يتخرج من الجامعه وهو عاجز على ان يبين ان يعبر عن نفسه بسلاسه وبصحه. ما السبب؟ السبب اعتقد اولا اننا نهمل عمليه التحفيظ. التحفيظ هي ان نثري عقل الطالب بالمحفوظات. شيء الدكتور علي فهمي غشيم كما نذكر الان كما نقرا في مذكراته وفي سيرته، وهذا الجيل وانا ايضا عشت هذه المرحله، تربينا على حفظ القران الكريم والاناشيد ولا حصر لها الا من القصائد المدينه على التمثيليات والفصحى، على النشاط اللغوي في المدرسه، على تشجيع الاستاذ ان تتكلم تتكلم عن مشروع موضوع في الانشاء، تدخل العناصر ثم تكتبها شفويا ثم تكتبها ابتدائيا. هذه العوامل لابد ان نعود اليها. الان ما يدرس ما يوجد في المدارس يعني لا توجد هذه النصوص، لا توجد هذه البنايه. وهذا ما الجا ودعا اعتقد الدكتور محمد ان يعنى بقضيه النحو التعبيري. النحو التعبيري لا نستطيع ان نحققه بان نعلم الطالب منذ الصف الرابع والخامس مبتدا وخبر. فهذه انا ارى انها علاقات تجريديه. ونحن عندما نقارن، انا درست الانجليزيه يعني سنين طويله جدا ودرست فرنساوي، وكل من تعلم اللغه الاجنبيه يقارن ان هذه اللغه تمكن الاخرين ربما في ست اشهر او عامين من ان يتكلم احدهم وهو غريب عن اللغه، يتكلم ويكتب بصوره صحيحه. اللغه في مدارسنا نعلم النحو والصرف
ثم يتخرج الخريج وهو عاجز ان يتحدث بصوره صحيحه. اذا لابد ان نعيد النظر. انا رايي دائما اقول ان النحو الاعرابي يجب ان يرجع الى مرحله التنوي، لانه يتناول جانب التجريبيه التجريبيه. اما ما نحتاجه في التعليم الاساسي هو الاكثار اثراء عمليه التدريب بالمحفوظات والممارسه. يحفظ تمثيليه ويمارسها، يحفظ قصيده ويبقيها، يشارك في الاذاعه المدرسيه. عندما يذهب الدكتور شير يحدثنا، وهذه واحده من هذا التجارب هذا الجيل، يحدث لنا ذهب في اجازه ثم عاد وطلب منه المدرس ان يكتب عن هذه الاجازه ومن غير من التلاميذ. هذا هو الوضع الصحيح لاعاده النحو التعليم. الشيء الثاني طبعا الحديث يقول ولا باختصار، لا شك مع اشاره الزملاء ان عنايه البلاغيين وخدمه هؤلاء اعتقاها في نظريه النظر التي تهتم بالبنيه وعلاقات السياق وليس بالمفرد. الانسان اذا نحن ركزنا على مفرده هذا ضروري، لابد ان يدرس الصرف في بنيه الكلمه والنحو في علاقاتها ببعضها، هذا لا شك، ثم بعد ذلك بنيه الاساليب. لكن هذه لان هذه علاقات مجرده، فانا ارى وهو مع اللغات الاجنبيه ارى ان يرجى تدريس هذا الامر من الثانوي فما بعد ذلك. لكن في المراحل الدنيا لابد ان نغرس وان نسقي وان نعبي هذا الذهن للاطفال. يا جماعه الان لماذا طفل في السن الثانيه والثالثه والرابعه من خلال المسلسلات الكرتونيه ومسلسلات الاطفال يعيد بكل سلاسه وبكل طبيعيه وبكل فهم التراكيب سواء في اللغه العربيه او غيرها يعيدها؟ كيف انت يا ابي؟ ماذا تريد؟ صباح الخير يا امي، هل جهز الطعام؟ هو هل يعرف هل جهز الطعام؟ هذا اسم استفهام، وجهز الفعل والطعام فعل مطلقا على الاطلاق وليس بعد الاشياء. اذا يا جماعه هذا مكمن هو غياب المحفوظات وغياب الاكتشاف. وطبعا هذا الموضوع لابد ان نعالجه، لن يصلح تعليم اللغه العربيه ولن نعود الى التمكن الا بتحبيب القراءه ابتداء من الصف الاول او ربما من الروضه الى الجامعه. واشكر لكم صبركم على ما يعني قلت، وشكرا لكم مره اخرى واقول لكم كلمه ثانيه. شكرا استاذ الدكتور الحاج. نعود من حيث بدأنا إلى الأستاذ المحاضر دكتور محمد. شكرا لك دكتور، شكرا لك. أنا سعيد جدا بسماع كل هذه الملحوظات، وبالتأكيد أنني أفدت منها كثيرا. ونبدأ بدكتور الأسود. دكتور محمد طبعا هو أستاذي يعني، وناقشني في رسالة الماجستير وأفدت منه كثيرا، ويسعدني أن أراه اليوم وأدعو له بطول العمر وبالصحة والعافية إن شاء الله. الدكتور الأسود يشير إلى أن ما ذكر في النحو التعبيري هو يجمع ما بين ما هو موجود في النحو وما هو موجود في البلاغة، وأنا لا أنكر هذا طبعا. أنا أفدت مما ما هو موجود في البلاغة وما هو موجود في النحو، وأقول للنحاة والبلاغيين هذه بضاعتكم وردت إليكم يعني. وأنا لم آتي بجديد إلا الجمع بينها والتأليف بينها وبتسهيل بعض الأمور وإعادة تبويبها ومنهجتها وأشياء من هذا القبيل يعني، ولكنها لم أستغني في عملي عن جهود النحاة والبلاغيين. وفي نفس الوقت أيضا أقول إن وجود مثل هذه الأمور وبصيغتها المعمقة والمتطورة في النحو القديم وفي البلاغة أيضا لا يعني أننا نقف على ما هو موجود، بل هذا يشجعنا على أن يكون النحو والبلاغة منبعين للانطلاق إلى المستقبل يعني.
وهذا ما قمت به أنا. ولا أظن أن الدكتور محمد أو غيره من أشار إلى هذا هو يقصد ذلك، وإنما هو يريدون بالتأكيد أنهم ينبهون الآخرين على أن علماءنا القدماء لم يقصروا، وأنا معهم في هذا يعني. أيضا الصورة عفوا نسيت نسيت أنا عفوا أسف يعني. أيضا أشار الدكتور محمد وأشار غيره أيضا بعده إلى مسألة الابتداء بالمفرد. طبعا المفرد مهم جدا، وإن كان هو في النحو التعبير التركيز على الجملة أكثر، لأن التعبير هو في النهاية التأليف بين كلمة وأخرى يعني، لكن هذا لا يعني إهمال المفردات أو إهمال الصرف مثلا يعني. الصرف أيضا مهم، والصرف أيضا بالإمكان أن ندرسه دراسة تعبيرية. كيف؟ لأن الصرف يجمع بين الدراسات المرتبطة بالمعنى والدراسات اللي هي دراسات لفظية صوتية فقط. الكثير من الموضوعات مثلا مثل دراسة المشتقات هي دراسات تعبيرية. الطالب الذي يعرف مثلا قواعد صوغ الفعل غير الثلاثي وكيفية اشتقاق المصدر منه مثلا، هذا يساعده على التعبير كثيرا. وأنا إن شاء الله أدعو طلابنا والباحثين إلى الاهتمام بهذا الموضوع والانتقال إلى مرحلة أخرى وهي الصرف التعبيري يعني. يعني مثلا عندما يتعلم الطالب أن أفعل مصدرها إفعال وأن فعل مصدرها فعال ومفاعلة، هو لن يحتار في الاتيان بالمصدر المناسب في الوقت المناسب، لأنه قادر على صوغ. أنا لاحظت أن عندما نمتحن بعض الطلاب مثلا في القبول الماجستير وغيرهم، أنا كنت أتعمد أسألهم مثل هذه الأسئلة، فأقول له ما هو مصدر مثلا لنقول جالسة يعني، فأجد أن كثير من المتقدمين وهو في مرحلة الماجستير لا 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 يعرف المصدر، ولذلك هذا سيشكل له ثغرة في تعبيره عندما يريد أن يبحث عن المصدر ولا يجده. فمن المهم جدا أن نغطي هذه الثغرات لدى الطالب بتعليمه كيفية مثلا، هذا على سبيل المثال فقط، كيفية صياغة المصدر بالفعل غير الثلاثي. كل المصادر القياسية وكل الصيغ القياسية بصفة عامة ينبغي أن يتدرب عليها الطالب جيدا، لأن هذا سيساعده في القدرة التعبيرية. وأنا أرى مثل الأساتذة الكرام من أمثال الدكتور محمد بالحاج والدكتور محمد خليفة الأسود لا يجدون صعوبة في التعبير. لماذا؟ لأنهم يتقنون مثل هذه الأمور، لن يحتاج في أن يفكر كثيرا ليصل إلى المجالسة مثلا مصدرا لجالسة، أو قتال مصدر لقاتل مثلا، أو شيء من هذا القبيل. لكن بعض الطلاب الذين لا يعرفون هذه القواعد قد يجدون صعوبة في ذلك، ولذلك ينبغي إهمال الصرف، والصرف أيضا له علاقة مهمة. كذلك المقدمات النحوية في التقسيم مثل الكلام إلى اسم وفعل وحرف أو غيرها من التقسيمات، هذا أيضا مهم يعني، وهذا ربما سيكون يعني موضوع لدراسات مستقبلية إن شاء الله. أحيانا أجد بعض الأساتذة يعني يتساءلون عن الفرق، هل يعني كأن في ذهنهم أن بإمكان النحو التعبير النحو الإعرابي أن يغطي ما يستهدف من النحو التعبيري. لكن في الواقع أنا أقول أن احنا لنفترض أن الأستاذ يريد أن يكتب المخرجات، هو دخل مثلا الأستاذ النحو في النحو الإعرابي دخل إلى الفصل وأراد أن يكون المخرج الذي سيصل إليه في نهاية الدرس ويترسخ في ذهن الطلاب ما هو، لنفترض أنه يدرس كان وأخواته، ما الهدف الذي يريد أن يصل إليه؟ أنا لا أتردد في القول بأن الهدف هو أن يكون الطالب قادرا على معرفة حركة الاسم كان وخبر كان، هذا هو الهدف الذي سيخرج به بالدرجة الأولى. قد يشير هو إلى أن ليس للنفي أو إلى كذا إلى كذا، لكن هو هدفه من هذا الدرس هو هذا،
أن الطالب يصبح قادرا على التمييز بين اسم كان وخبرها وما الحركة الإعرابية الملائمة لكل منهما. ولذلك لا أظن أن النحو الإعرابي يغني عن النحو التعبيري. ولاحظت أن معظم الحاضرين يؤكدون هذا يعني ويقولون به. النقطة الأخرى أيضا بعض الإخوة يشير إلى أن النحاة القدماء أشاروا إلى حروف المعاني، وأنا لم أقل إطلاقا أن أنا ما ذكر هنا في النحو الإعرابي لم يذكره القدماء، بالعكس أنا استفدت من جهودهم يعني. ولكن هناك فرق بين أن يذكر مبعثرا ومشتتا وأن لا تكون الأغراض واضحة في أذهان هؤلاء يعني، والهدف من القيام بالعمل، وبين أن يكون العمل معد لأغراض معينة وأن الأغراض والأهداف تكون واضحة جدا وتكون أيضا تقدم حلولا لمشكلة حقيقية نجدها الآن. بعض الأساتذة أشاروا ومنهم الدكتور محمد بالحاج ركز على مسألة أن الطالب في المراحل الأولى لا يحتاج أصلا إلى النحو الإعرابي، وأنا أؤكد له هذا الكلام وأقول له حتى القدماء كانوا يقولون النحو للكلام كالملح للطعام. وأنا أريد أن أسأل أقول هل يمكن أن نضع الملح بدون وجود الطعام أصلا يعني؟ هو الملح يعني أولا كميته في الطعام قليلة، وثانيا شرطه أن يكون هناك طعام حتى تضع فيه، لكن أن تأكل الملح نفسه بديلا للطعام هنا تكمن المشكلة يعني. لذلك أنا أرى أن هذا ما يقصده الدكتور محمد بالحاج وغيره ممن أشاروا إلى مشكلة التعبير، لدينا مشكلة حقيقية فعلا. وبالمناسبة مثل ما ذكرت في البداية أن فكرة النحو التعبيري جاءت لحل مشكلة عندما أسند إلي تدريس مادة فن الكتابة والتعبير، وجدت أن النحو الإعرابي على مستوى بناء الجملة لا يسعفنا في تقديم حلول تعبيرية أو نماذج تعبيرية للطلاب، لأنه هو يركز فقط على الحركة التي تقع في نهاية الكلمة، وهذا ليس عيبا فيه، بالعكس يعني هو يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله. علينا فقط أن نعي لماذا أنشئ النحو العربي، وهو أمر ليس غائبا عن أذهاننا جميعا يعني، وهو مسألة تصويب اللحن الذي صار شائعا عند من يتحدثون العربية بطلاقة أصلا يعني. النقطة الأخرى أنا آسف أن بعض المتدخلين لا يظهر لي لا الاسم ولا الصورة، فقد لا أكون يعني ملما بمن هم يعني. الدكتور يسأل عن القواعد التعبيرية وأين يقع الصرف، طبعا أين يقع الصرف أنا أشرت إلى هذا. القواعد التعبيرية كيف تتميز عن القواعد العربية؟ طبعا القواعد العربية واضحة لأنها تشير إلى وجود عامل وما نوع العمل الذي يقوم به وما الحركة التي ينبغي أن تلحقها في نهاية الكلمة أو ما ينوب عنها من حروف، طبعا يعني واضحة الفكرة واضحة جدا في النحو العربي. في النحو التعبيري ما هي القواعد؟ أنا قلت القواعد هي قواعد مؤسسة يعني تأسيسية وليس معيارية، بمعنى أنها تبين لنا تحلل لنا كيفية بناء الجملة، يعني كيف نوسع الجملة، كيف نحول، كيف ننتقل من جملة مبنية للمعلوم إلى مبنية للجملة، وما التغييرات التي حدثت. وربما أيضا من بين هذه التغييرات هي تغيير الحركة، فيكون تغيير الحركة هي يعني نشير إلى تغيير الحركة باعتباره جزء من التغييرات التي حدثت. أيضا الغرض من النحو التعبيري هو تقديم أنماط الجمل بأنواعها المختلفة وتقديم أمثلة مختارة، وأنا ما قمت به بالمناسبة العمل الذي قدمته هو له جزء نظري وجزء تطبيقي، يعني كتبت المقدمات التي أشرت إلى بعض منها اليوم باعتبارها مقدمات نظرية، وأيضا قمت بتطبيق عملي على الأبواب النحوية التي رأيت أنها مهمة والتي يمكن أن تقدم للطالب مباشرة لتدريسه يعني. عندما اخترت الأمثلة
اولا كانت الامثله امثله حقيقيه ليست مفتعله، ليست امثله من عندي، وانما اخذت الامثله مما هو موجود بالفعل وجمعت بين نوعين من الامثله، امثله سهله يسيره يستعملها المتكلمون العاديون، وامثله راقيه يستعملها الادباء ويستعملها بعضهم واحيانا الشعراء وايضا الحكماء وبعضها حتى مترجم من حكم عالميه، ولكنها توافق النمط الذي يقدم للطالب. فهذا كله يساعد من جهه على بناء مساعدة الطالب على بناء الجملة باتباع النظير، وفي نفس الوقت أيضا المضمون شائق جدا وماتع، يعني يجد الحكمة يجد المتعة في قراءة هذه الأمثلة، هذا كله يساعده ويحرك اهتماماته ويشوقه إلى دراسة النحو ويحببه فيه يعني. وأيضا ربما فيما يتعلق بجانب الاهتمام يساعده على أو يشجعه على القراءة أكثر في المستقبل وعلى البحث وإلى غير ذلك يعني. دكتور محمود يقول أنت لديك مصطلحات خاصة. نعم أنا لدي مصطلحات خاصة لأنني بدأت في الدراسة البراغماتية مبكرا، يعني في فترة مبكرة في ذلك الوقت كانت البراغماتية كانت في بداياتها يعني في العالم العربي أقصد، ولذلك عندما لا أجد ترجمة دقيقة أو لا تعجبني، يعني مثلا لما أجد المورفيم مثلا يستعمل له مصطلح الوحدة الصرفية أصغر الوحدة الصرفية الدالة أو شيء من هذا القبيل، يعني ليس له مقابل، أو هناك له مقابل ولكن مقابل غريب مثل الصوتم والصرفم ومش عارف الصوفيم واللفظيم ومش عارف إيش كلمات من هذا النوع، لا هذه لا أرضى باتباعها، فيكون أمامي إما التعريب فأستعمل مصطلح المورفيم مثلا أو أبحث عما هو قريب من ذلك. فلذلك اضطررت مثلا إلى أن أترجم المورفيم بالمصرف. لماذا المصرف؟ لأن المصرف هو معناها في اللغة المغير، والمورفيم هو يغير المعنى، هو أداة التغيير في الكلمة، فمصرف معناها مغير. وأيضا مثل ما ترتبط كلمة مورفيم في اللغة الإنجليزية بمورفولوجي، ترتبط كذلك مصرف بتصريف في اللغة العربية. يعني هذا مثال من الأمثلة التي أتيت اضطررت أن آتي فيها بمصطلح جديد. بالنسبة للتخاطبية أيضا، التخاطبية طبعا المصطلح البراغماتيكس هذا هو مصطلح أصلا يوناني ويعني حرفيا علم الاستعمال كما يقول جون لاينز وغيره، ولذلك هو أفضل تعريف أفضل تسمية له هو علم الاستعمال. ولكن عندما نقول علم الاستعمال فقد تكون غريبة على القراء في هذا العصر، وإن لم تكن غريبة طبعا عند القدماء، لأن القدماء يفرقون بين الوضع والاستعمال، وموضوع الاستعمال قديما هو نفس موضوع البراغماتية حديثا يعني. فعلم الاستعمال هو تقريبا من أفضل المصطلحات التي يمكن أن توضع في مقابل البراغماتية. وأنا رأيت أن التخاطبية تعني استعمال اللغة، يعني التخاطب باللغة يعني استعمالها، فرأيت أن هذا مناسبا. ولكنني مع شيوع التداولية الآن صرت أنا نفسي أتنازل عن هذا المصطلح الذي وضعته، مع أن الكثيرين تبنوه واستعملوه، منهم مثلا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من الجزائر وهو لساني معروف مشهور فيستخدم أيضا التخاطبية وغيرها يعني. ولكنني الآن أميل إلى ما صار شائعا وهو التداولية. لماذا تستخدم أيضا النحو التعبيري ولماذا لا تستعمل النحو الوظيفي؟ النحو الوظيفي يختلف عن النحو الوظيفي عن النحو التعبيري. النحو الوظيفي هو نفس النحو الإعرابي، هو لا يختلف عن النحو الإعرابي، ولكنه يختار من موضوعات النحو الإعرابي ما هو يناسب الموظفين أو يناسب مثلا فئة معينة تحتاج إلى استعماله في كتابة الرسائل في كذا، يعني هو هدفه نفس هدف النحو الإعرابي اللي هو صون اللسان عن الخطأ في أواخر الكلمات. فالنحو الوظيفي يختلف تماما عما نحن فيه الآن.
ايضا الدكتور يشكك في مساله المجرورات وغيرها ايضا بعض الاساتذه الاخرين، لان في ذهنهم ان النواصب هي الاكثر او والمنصوبات ايضا هي الاكثر. انا اقول لهؤلاء بامكانكم ان تفتحوا الان اي كتاب وهكذا انظر في على اي صفحه، افتحه عشوائيا على اي صفحه واقرأ الصفحة وانظر وحاول أن تعد عدد الكلمات فستجد أن المجرورات هي الأكثر. لكن أنا أتفق معهم في شيء وهو أن المنصوبات باعتبار الأنواع هي أكثر، لكن باعتبار الأفراد المجرورات أكثر. يعني كيف باعتبار الأنواع؟ باعتبار الأنواع أنا نجد مثلا أن كل المفاعيل، مفعول به، المفعول المطلق، المفعول مع، المفعول لأجله، كلها منصوبة. كذلك أيضا الحال والتمييز في أغلب حالاته فكلها منصوبة، لكن الأبواب المجرورة قليلة، اللي هي المجرور بالحرف الجر والمجرور بالإضافة والمجرور بالتبعية. وإن كان المجرور بالطبعية التبعية هذا أيضا في هناك ما يناظره في منصوب التبعية أيضا. فعندنا فقط يعني مجرور بالإضافة ومجرور بحرف الجر، هذا من حيث النوع. لكن من حيث العدد، عدد الكلمات الفعلية المستعملة هي أكثر بكثير، وأنا أطلب منكم أنكم تنظروا فيما هو مكتوب لتتأكدوا من ذلك. بالنسبة لمواكبة اللسانيات، الدكتور محمود يدعو إلى أن أخصص دورات في اللسانيات. أنا بالعكس أنا أشرف بذلك يعني ومستعد لذلك. دكتور علي عون، وان كان طبعا هناك الكثيرون ممن يمكن ان يقوم بنفس العمل، يعني من هم متخصصين في اللسانيات في ليبيا ولديهم المام متميز يعني باللسانيات، ومن ضمنهم طبعا الدكتور محمد الاسود وغيره. يعني ما يوجد في دكتور علي عون يكرر مره اخرى الدكتور ويتفق مع الدكتور الاسود وغيره في مساله ان ما يقال اليوم هو يجمع ما بين موجود، ما هو موجود في علم المعاني وما هو موجود في النحو. وأقول له أن هذه المحاولة التي أقدمها الآن هي استجابة لدعوة الدمج، هو يدعو إلى الدمج بين النحو وعلم المعاني، وأنا أقول له أن ما يقدم اليوم هو استجابة لهذه الدعوة. يعني إحنا ما نقوم به هو دمج لما يقدم، ولكن دمج وزيادة، يعني لا ينبغي أن نقصره فقط على الدمج، نحتاج إلى ما هو أكثر من الدمج، نحتاج إلى زيادة. كما يقول علماء التراث قديما يقولون أن الكل ليس هو مجموع الأجزاء وإنما هو مجموع الأجزاء وزيادة. فنحن أيضا هنا لا نقتصر فقط على الدمج بين ما هو موجود في النحو وما هو موجود في البلاغة، وإنما نحتاج أيضا إلى الدمج وزيادة، لابد منها الزيادة. الدكتور أيضا يشير علي عون نفس الشيء لفكرة المجرورات والمنصوبات، وأنا أجبت عن هذا. الدكتور علي الزوبي، أنا أشكره على ما قدم، وأنا أعتز بزمالته في معهد مالك كما اعتز بزمانة الأخوة الباقين وبالتتلمذ على أيدي بعضهم. الخطوات، يسأل عن الخطوات التي تتبع في دراسة النحو. الخطوات هذه تفضل بالإجابة عنها الدكتور محمد بن حاج. هل نبدأ بالتعبيري أو التقعيدي؟ نعم، احنا ينبغي أن نبدأ بالتعبيري، لأن التعبير هذا هو يوفر لنا الحاجات الأساسية. أما النحو الإعرابي فهو يقوم بالتحسينات والتجميلات، وفي نفس الوقت أيضا يصحح لنا الخلل في الحركة الأخيرة من الحرف، وهذا لا ينبغي أن يطلب إلا إذا استوفينا الوصول إلى الحد الأدنى من التعبير، ثم بعد ذلك نسأل عما يكمله. فالنحو الإعرابي في الواقع لا نستغنى عنه، ولكن ينبغي أن نضعه في موضعه، وهو كونه يعني يجعل المتكلم قادرا على الاتيان بالحركة أو الحرف المناسب في نهاية الكلمة.
الأخت أظن دكتورة مبروكة تقول أن ذكرت صمت الكلام، وأنا أيضا قلت أن النحو التعبيري هو فعلا يطبق مفهوم تعريف ابن جني للنحو، وهو انتحاء صمت كلام العرب. وأيضا تقول أن مسألة الاهتمام بالشيوع قد تكون سلاحا ذا حدين، فتقول مثلا أن بعض العبارات أصبحت شائعة ولكنها ليست صحيحة، وذكرت أمثلة على ذلك من المبني للمجهول المترجم من اللغة الإنجليزية، يعني مثل القط أو الفأر أكل من قبل القط. فصحيح هذا التعبير هو تعبير غريب على العربية ولكنه شائع جدا. نقول نتحدث نقول افتتح المعرض من قبل الرئيس مثلا إلى آخره، مع أن العربية لا تذكر الفاعل عند البناء المجهول. يعني سبب وجود الفاعل في صيغة المبني المجهول في اللغة الإنجليزية يتعلق بطبيعة اللغة الإنجليزية التي لا تتيح للمتكلم الفرصة لإعادة ترتيب الكلام خشية الوقوع في اللبس، لكن العربية نظرا لوجود العلامات الإعرابية فنستطيع أن نقدم ونؤخر. ولذلك هم إذا أرادوا أن يهتموا مثلا بالمفعول به، يعني في هذه الحالة بالقط، يريدون أن يبدأوا بالحديث عن القط عن الفأر عفوا وليس عن القط، فهم مضطرون إلى القول الفأر أكل من قبل القط. لكن نحن لسنا مضطرين إلى ذلك في العربية، نحن نستطيع أن نحول هذا التعبير إلى تعبير بالعربية مبنيا للمعلوم، فنقول القط الفأر أكله القط، فلا نحتاج إلى أن نحوله إلى صيغة المبني المجهول. ولذلك أنا معها، فينبغي تصحيح مثل هذه الأخطاء، ومهما شاعت فلا ينبغي أن تفرض علينا، لأن هذا يؤدي إلى تغيير خطير في هيكل اللغة. تغيير كلمة في معناها المعجمي تطويره من معنى عام إلى معنى خاص، مثل كلمة عصابة التي كانت تستعمل بالمعنى العام قديما بدليل استعمالها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها في نحو اللهم انتهلك هذه العصابة، وهو يقصد أهل بدر. كذلك الشاعر حسان عندما يقول لله ذر عصابة نادمتهم يوما بجلقة في الزمان الأول، فهو يمدح هذه العصابة، فيستعملها بالمعنى المحايد، يعني ليس بالمعنى الشرير الذي نستعمل فيه كلمة عصابة الآن. فكونها تتطور نتيجة السياقات المختلفة التي تستعمل فيها الآن هذا شيء مقبول. تغيير في الكلمات المعجمية أو في الوحدات المعجمية لا يؤثر على اللغة، لكن أي تغيير في بنية الجملة هذا يترتب عليه إفساد للغة. ولذلك ينبغي أن نكون حريصين جدا على الإبقاء على بنى اللغة كما هي كما وردت، وربما نتساهل في مسألة تطوير المعاني المعجمية وآخرها لتغطية الحاجة. يعني أنا إذا كان الوقت انتهى أرجو إبلاغي بذلك، يعني ولك يعني لم أتمكن. نعم ضغطت لك المجال. طيب دكتورة نوارة تتحدث عن تقول أن باب المفردات هنا غير واضح، وأظن أنا أجبت عن هذا السؤال. وتقول أيضا أن مثلا إلى حد الآن عندها أو لبقيت مدة طويلة يعني لم تستطع إدراك ما ذلك الضمير الموجود في، أظنها تقصد الضمير الموجود في الجملة الصغرى عندما تكون خبرا لجملة كبرى. يعني أنا فعلا شعرت بهذا، وبإمكاني الآن أن أعرض كيف قدمت هذه المشكلة وكيف حاولت أن أحل هذه المشكلة. فإن شئتم ممكن أن أعرض هذا. يا سلام، محمد الكريم.
سألت مثلا عن محمد الكريم، نعم يعني الضمير في كريم، يعني سأل عن الضمير في كريم هذه لم تهتدي. ايش عفوا؟ ايش هي الجملة؟ محمد كريم. لا انا فكرت تقصد في نحو مثلا جيراننا اخلاقهم عالية مثلا، لماذا يؤتى بالضمير الرابط بين الجملة الصغرى والمبتدأ في الجملة الكبرى؟ هكذا ظننت. نعم لا. من النوع الثاني اذا سمحتوا لي، هذا ما اقصده يعني. يعني هنا مثلا يعني لنقول خلينا نعمل شيرنج. يعني أنا أردت أن أقول للطالب أو للمتعلم أن عندما نقول مثلا العلاج تكلفته باهظة، فإننا في الواقع يعني هو نفس هذه الجملة تعادل تكلفة العلاج باهظة، بس العربية تتيح الفرصة إلى أنك بدل من أن تقول تكلفة العلاج باهظة تقول العلاج تكلفته باهظة. لماذا؟ لأنك عندما تقول تكلفة العلاج باهظة فإنك تتحدث عن التكلفة، ولكن عندما تضع جملة صغرى تعبر عن هذا المعنى في إطار جملة كبرى فإنك تريد أن تتحدث عن العلاج نفسه فتقول العلاج تكلفته باهظة. هنا الفرق، وأقدم له تدريبات على كيفية تحويل أمثلة أخرى مناسبة، يعني مثلا أرباح الشركة كبيرة كيف تحول على المنوال السابق، حديقة البيت كبيرة كيف يمكن أن تحول إلى نفس النمط وهكذا. وأيضا أنبه إلى مسألة هذا الضمير، قلت كما تلاحظون ينبغي أن تشتمل الجملة الصغرى على ضمير يعود على المبتدأ الأول لربطهما معا، وهذا أيضا يدخل في باب الإحالة. يعني مثلا هو للأسف ما أستطيع أن أتوسع كثيرا في الإجابات خوفا من ضيق الوقت. يعني دكتور بالحاج طبعا أشكره على رأيه الإيجابي وبارك الله فيه، وبارك الله في أيضا البقية، يعني كلهم في الواقع كانت لهم يعني آراء إيجابية فيما قدمته اليوم، وإن كان بعضهم طبعا يذكرنا بما بأن النحو والبلاغة يشتمل على كثير مما ذكر اليوم، وأنا هذا في هذا أتفق معهم تماما. يعني الدكتور أيضا يركز على مسألة غياب العناية بالتعبير والإنشاء في الدروس الأولى، وأنا معه في هذا، وللأسف أن هذه الدروس هي عادة ما تكون نموذج للدرس الفارق. كانت أذكر عندما كنا ندرس في الابتدائية عندما يأتي مدرس الإنشاء لا نتوقع منه أن يقدم لنا شيئا. لماذا؟ لأن أصلا لا يريد أن يدربنا على كيفية بناء الفقرة ولا بناء النص ولا بناء الجملة، هو فقط يريد أن يكلفنا بموضوع، وعادة نحن كسالى لا نحب أن نكتب يعني عن شيء بدون وجود المنوال يعني. فلذلك أنا هدفي من هذا هو تقديم المنوال فيما يتعلق بالجملة طبعا على مستوى الجملة. الدكتور أيضا أشار إلى أهمية الحفظ وأنا معه تماما. بعض الناس يفهمون انتقاد بعض العلماء النفس وغيرهم لمسألة التركيز في التعليم على الحفظ، يفهمون ذلك فهما خاطئا. هم يقصدون أن الحفظ فيما لا ينبغي أن يحفظ وليس الحفظ في المحفوظات. المحفوظات مهمة جدا جدا في تأهيل المتعلم وخاصة فيما يتعلق بأمور اللغة، لكن الأشياء التي ينبغي أن تفهم ينبغي أن تفهم أولا، يعني الدرس مثلا، يعني مثلا في قواعد المنطق مثلا وكذا لا يجري فيها الحفظ فقط وإنما تحتاج إلى الفهم. هذا لا يقلل من شأن الحفظ فيما هو ينبغي أن يحفظ، مثل القصيدة، مثل النصوص اللي هي تعتبر نماذج راقية. فهناك فرق بين الحفظ في الحالتين. يعني عندما كنت أدرس في بريطانيا في تعلم اللغة الإنجليزية كنت دائما عندما تعجبني جملة أو منوال لجملة كنت أحفظه، وهذا أفدت منه كثيرا جدا جدا جدا، يعني لأنني صرت بعد ذلك أستطيع أن أكتب على هذا المنوال، وهذا أيضا ساعدني في كتابة هذا الموضوع اللي هو موضوع النحو التعبيري، لأن هذا مر علي بالتجربة يعني. وكانت الأستاذة التي كانت تدرسنا وهي أستاذة كانت بارعة
وكانت عمرها في السبعينيات تقريبا، عندها خبرة طويلة جدا في تدريس اللغة، فكانت تقول لي أنت ألاحظ أنك أنت تدرس اللغة بطريقة تحليلية كأنك تجيد النحو يعني. قلت لها طبعا أنا أركز كثيرا، أنا أحب النحو العربي وأحب أيضا النحو الإنجليزي، فأستفيد منه كثيرا في بناء الجملة. ولذلك هي تقول لي أنا ألاحظ أن طريقتك دائما تستطيع أن تعبر عن أشياء لم ندرسها سابقا. قلت لها نعم، لأن عندما تملك المنوال تستطيع أن تعبر عن أشياء لم تمر بك سابقا، لأنك أنت ستقيسها على نفس المنوال يعني. أيضا أشار الدكتور محمد بالحاج إلى عبد القاهر ونظرية النظم. نظرية النظم هذه صراحة هي نظرية بارعة جدا جدا، والنظم هو كما يعرفه يقول أن تتوخى قوانين النحو يعني أو قواعد النحو، ويقول أيضا أن تضع الكلام وفقا لقواعد النحو، وفعلا هذا ما نفعله في النحو التعبيري، نحن نضع الكلام وفقا لقواعد النحو، ولكن القواعد بالمعنى الأعم التي لا تقتصر فقط على ما يضبط نهاية الكلمة، هذا هو الفرق، لأن لدينا المطابقة، لدينا الرتبة، لدينا كيفية رصف الكلام بعضهم مع بعض، كيفية التقديم، التأخير، التحويل، موضوعات كثيرة ينبغي أن توضع. وينبغي أيضا أن يكون الطالب عندما يدخل إلى درس النحو التعبيري يعرف أن الهدف هو مثلا كيف ينفي الجملة الاسمية أو كيف كذا، يعني يشعر بأنه فعلا ينمي لغته يعني. يبدو لي أننا وصلنا إلى نهاية المحاضرة تقريبا، فقط أدعوكم إلى محاضرة قادمة إن شاء الله، هي بعنوان نظرية المجاز عند ابن تيمية، وسأنشرها إن شاء الله رسميا عندما يتحدد الوقت والموعد إن شاء الله، لأن موضوع المجاز قد طرق سابقا هنا في المجمع، فأنا أدعو الحاضرين إلى حضور هذه المحاضرة إن شاء الله. صدقوه المجمع هنا أيضا دكتور محاضرة، والله هي في دعوة مبدئية من مجمع اللغة العربية السعودي على الشبكة يسموه، فلا أدري إذا كان، بس هو إلى حد الآن لم يرسلوا التفاصيل يعني المحاضرة والوقت وإلى آخره يعني. ولكن كان هناك نقاش مبدئي في هذا الأمر يعني. أنا قلت هذا ودعوتكم لأن هذا الموضوع المجاز نقش سابقا هنا، وكان لي فيه رأي لم أستطع أن أتيح يعني الوقت لم يكن يسمح بتوضيح الفكرة يعني، فلعل من كان مهتما في ذلك الوقت بهذه الفكرة أن يجد ما إجابات لبعض الأسئلة التي قد ترد إلى ذهنه يعني. تعال ترسل إلى الوقت رابط المشارك يعني. رابط المشارك، أي نعم إن شاء الله، أنا هو سأنشرها في صفحتي في الفيسبوك، وأيضا سأرسلها على إن شاء الله في الواتساب عند مجموعة أعضاء المجمع إن شاء الله، وربما هم بعضهم ربما يحولها إلى آخرين يعني إن شاء الله. دكتور محمد. نعم. ألو. أيوة أسمعك يا دكتور. دكتور قلت عند بعض التعليق أو إضافة على محاضرة المجاز التي سبق أن قلت هنا، إذا كان لديك أي إضافة تجلب بها إلينا ونحيلها إلى صاحب المحاضرة. هو أنا قلت فيما يتعلق بهذا الأمر سألقي محاضرة في نظرية المجاز، لكن هذا عند ابن تيمية، لأننا أرى أن رأي ابن تيمية في المجاز هو ليس إنكار تحكمي تعسفي لوجود المجاز، بقدر ما هو يضع في سياق نظرية ممكن تسمى بالنظرية السياقية، هو له نظرة خاصة لها أسبابها الأنطولوجية والإبستمولوجية كما يقولون، ولها يعني أيضا أبعادها العقدية وغيرها، فالأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد إجابة عن سؤال أو كذا، وإنما تقديم محاضرة كاملة. فأنا سأقدم هذه المحاضرة إن شاء الله عند الجهة الداعية، ولكن لا بأس هي تحتمل أكثر من محاضرة يعني، لأن هي فيها جانب يتعلق بنظرية سياقية كاملة، فربما إذا أتيحت لي الفرصة مرة ثانية هنا أن أقدم فيها أيضا محاضرة إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك في الجميع. أنا أشكر كل مرة مداخلة الأستاذ إيمان الكريمي في الحديث
المجهولات في العربية أكثر من المرفوعات والمنصوبات دراسة علمية. أيضا لعلك توفق الأستاذ الفاضل أن النحو التعبيري جمع المعاني والتركيب تؤدي معاني معينة، ولكنه فرق القواعد النحوية، كما أن النحو الإعرابي جمع القواعد وفرق المعاني، يعني تفريق القواعد أيضا إشكالية لعل الأستاذ الدكتور يعالجها أو كيف تعالج بالضبط. لكن أيضا إرادة فعل بعد بناء الفعل المجهول، أنا لا أرد أن أتساءل، لأنه وجدت آية بني الفعل فيها المجهول من لدن، ثم جئت من لدن حكيم تقصد من لدن حكيم عليم أو شيء؟ الآية في سورة البقرة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير من ربهم، أن ينزل عليهم من خير، لكن فعل خير من ربهم هو الفاعل، من خير ماشي، ما يود الذين كفروا ولا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، ينزل عليكم خير، ثم جئت الفاعل مجرورا. فهذا يبيح التعبير أو الترجمة الحرفية لبعض المصطلحات الجملة الكثيرة، هو تساؤل عن الأستاذ العلماء لمدرسته أو لجامعته يعني. شكرا أستاذنا الفاضل، هل لديك تعقيب على أنا أتفق معك في مسألة الأسئلة، من هو الموضوع هذا متشعب وله عدة جوانب، بعض هذه الجوانب أن كثيرا من الأساتذة عندما يدرسون هم ويضعون أسئلة تغيب عنهم فكرة المخرجات التي يريد أن يصل إليها. فمثلا في النحو الإعرابي هو في الواقع يريد أن يدرب الطالب على مسألة كيف يتقن استعمال الحركات وما ينوب عنها في نهاية الكلمة. فإذا كان هذا الأمر واضح ينبغي أن تكون الأسئلة تؤدي إلى نفس النتيجة هذه، لكن في الواقع نجدهم يسألون أسئلة مثلا ما شروط كذا، ما تعريف كذا، يعني أنت تريد أن تصل به إلى الجزء التطبيقي، هو بإمكانه أن يحفظ كل هذه الأمور وثم يقولها في الامتحان وفي النهاية يحصل على درجة عالية وهو لا يتقن شيئا. إذا كان الهدف أو المخرج هو ما ذكرناه، فينبغي أن تكون الأسئلة مرتبطة بالمخرجات دائما. فالانفكاك الذي يحدث بين الأسئلة وبين المخرجات المتعلمة أو المقصود تعليم هذا الطالب، هذا يوقعنا في حرج كثير ويجعلنا لا نحقق ما نبغي من أهداف. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا التركيز على التطبيق دائما في كل المجالات، وعدم الاكتفاء بالنظر، لأن هذا يساعد على حفظ الاكتفاء بالنظري فقط يساعد على الحفظ ولكن لا يساعد على الفهم. والحفظ هنا أقصد به الحفظ فيما لا ينبغي أن يحفظ وإنما ينبغي أن يفهم، أما حفظ المحفوظات فهذا مطلوب دائما ومطلوب أن يسأل عنه أيضا بسؤال في الحفظ. يعني تفريق القواعد، قلت النحو الإعرابي يجمع الأبواب المعنى ولكن يفرق القواعد، إيه هذا صحيح، هذه نتيجة، هذا سايد افكت زي ما يقول، يعني عرض جانبي من أعراضه. ولكن أقول مرة أخرى أن النحو الإعرابي والنحو العلاقة بين النحو الإعرابي والنحو التعبيري علاقة تكاملية، كل منهما يكمل الآخر، والطالب ينبغي أن يدرس الاثنين يعني لكي يجمع بين مزاياهم وأيضا يتجنب عيوب كل منهما يعني. فهذا هو الأراء، هو الحل، ولكن لا يمكن لأحدهما أن يحل المشكلة منفردا يعني، فينبغي أن يكون لدينا أكثر من مسلك. وهذا ليس عيبا، احنا في كل أنحاء في العالم نجد أنواع، يعني مثلا النحو الوظيفي، النحو التوليدي، النحو كذا والنحو إلى آخره، وكل منها تجد فيه ما يمكن أن يستفاد منه، وتجد فيه أشياء ربما يمكن تجاوزها، يعني ليس هناك مشكلة. المثال الأخير الذي ذكرته فعلا هذه ملحوظة جيدة، أنك أنت وجدت هذا الاستعمال في القرآن الكريم، ولكن هو بصفة عامة فقط حتى لا يكون هذا الأسلوب بديلا عن أسلوب المبني للمجهول الذي يحذف فاعله يعني. وأيضا لدينا حل دائما
في العربية أن نعتمد على الإعراب في مسألة التقديم والتأخير، فلا حاجة لنا بأن نفعل ما يفعله غيرنا في لغات أخرى بسبب عدم وجود قرينة الإعراب يعني. فينبغي أن ننتبه لهذه النقطة فقط يعني، حتى لا تكون هو التعبير أو الطريقة السائدة يعني. وهذه مسألة أيضا ربما تكون موضوع دراسة ونحتاج إلى التحقق منها يعني وتفصيلها، ولماذا استعمل القرآن هنا هذا التعبير بالتحديد يعني، قد تكون هذا موضوع دراسة يعني. وبالنسبة للمجرورات مثل ما تفضلت يعني، المجرورات هو أنا لا شك عندي في كونها هي الأكثر عددا يعني من بين الكلمات الأخرى، وإن كان من حيث الأنواع طبعا المنصوبات أكثر أنواعا، ولكن المجرورات أكثر عددا في الاستعمال. وأشكركم مرة أخرى وبارك الله فيكم، وأنا أعتز بالأساتذة الذين درسوني، وأعتز أيضا بالأصدقاء والزملاء الذين هم الآن يجلسون معا ونتناقش معا، وكذلك أيضا أشكر الحضور الكريم وبارك الله في الجميع يعني. دكتور سمعت في مداخلة أخرى دكتور من؟ عفوا ما سمعت له. دكتور محمد الأسود. دكتور محمد الأسود، أهلا دكتور. شكرا على هذه المحاضرة. وما أود الإشارة إليه هو أن يعني اللغة تستعصي على القياس، يعني القياس دائما قاصر عن اللغة، ولهذا لا ننظر في أشياء مثلا بأن نقول أن هذا صح وهذا خطأ في اللغة، لأن اللغة أحيانا تبعد عن القياس. يعني في القرآن الكريم نجد كلمة استحوذ، هذه مخالفة للقياس، هي المفروض أن تكون استحاذة، ولكن هي يعني تمشي بالقياس، ونقول هذا خطأ. يجب أن لا نقول خطأ، يجب أن نقول على الأقل مخالف للقياس. يعني الأشياء يعني اللغة أوسع وأكثر، وحتى هناك من اللغويين من يعني أنكر القياس، اللغة لا تخالف. يجب على ذلك ورود الطاقة في القرآن الكريم أو في كذا غير يعني مخالفة للقياس. يعني نريد أن نرى أن صعب أن نقول هذا خطأ، خصوصا في الكلام الفصيح العربي، هذا ما أريد به. نعم معك دكتور، أنا لا أخالفك في أن السماع هو حجة أقوى من القياس، اعتبار أن السماع مصدر مباشر يعني، والسماع قياس على كلام العرب يعني، لا نختلف. ولذلك أنا دائما يعني أقول مثلا أنه ليس من الخطأ أن ينسب المتكلم إلى مثلا الأسرة الأموية فيقول أموي بفتح الهمزة، لأن هذا مسموع عن العرب يعني، تقول أموي وتقول أموي، أموي قياسا واستعمالا، وأموي سماعا يعني. إذا اجتمع القياس والسماع معا ربما يكون الأفضل اتباع ما يجمع بينهما، ولكن لا نخطئ المسموع يعني حتى وإن قل يعني. أنا معك في هذا الدكتور. إذا النقطة نختم بتحية عاطرة للأستاذ المحاضر التي احتوت على الجديد والمفيد والمتميز، وأيضا نشكر أساتذة الفضلاء باحثون العلماء على تفضلهم بالمشاركة في هذه المحاضرة وتقديم التساؤلات والاستفسارات. نشكرهم جميعا إلى أن نلتقي في مناسبة علمية أخرى، وأحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا. سلام. شكرا.